كل أشكال هذا الوضع. بكل أشكال هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير حتى تتقدم مصر إن شاء الله ويتقدم المصريون إلى الأفضل بإذن الله. طبعا العطاء بيتجلى في أبهى صوره، وفي البداية وقبل أن أبدأ حتى الترحيب بحضراتكم أو بضيفي الكريم في استوديو الأهلي الليلة، الجدير بالذكر هنا نتوقف لتقديم التحية والإعزاز والإجلال والتقدير، ونتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء وضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس. أبطلنا من رجال الجيش المصري أو رجال الشرطة المصرية وكل من يعني يقدم حياته فداء لهذا الوطن لمصر وللمصريين، لهم منا كل الإعزاز والتقدير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ولأسرهم الصبر والسلوان. دعونا نتوقف مشاهدينا لرفع أذان العشاء الذي حان موعده بتوقيت القاهرة، ثم نعود لنبدأ هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مشاهدي قناة النادي الأهلي وبرنامج الأهلي الليلة، وهذا اللقاء، هذه الحلقة الخاصة وهذا اللقاء الأسبوعي مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير وأهلا بحضرتك. بالتأكيد حضرتك تود أن تبدأ بالإشارة إلى ما حدث، الحدث المؤسف اللي وقع بالأمس والشهداء الأبرار، شهدائنا اللي سقطوا جراء هذا الحدث. يعني عايز أقول أن خالص العزاء لكل مصري وكل مصرية، وده قدر ليش مصر، وليش مصر من لما هنشوف الفترة من 48 56 67 73 بيقدم شهداء عشان مصر تعيش وعشان أهالينا في القرى والنجوع يعيشوا. ويمكن ليش مصر في الفترة اللي في الكام سنة اللي فاتوا دولت، من تحديدا في 2013 لما وقف، كان ليش مصر كان عليها أن يحمي مصر، مش عشان خاطر أن يشيل الإخوان، الإخوان دول يتشالوا بأي حاجة، إنما كان علي أن يحمي مصر من المؤامرة اللي كانت معمولة. الناس بتنسى بس اللي كان معمول عشان مصر تدخل الربيع العربي. يعني إيه تدخل الربيع العربي؟ يعني اقتتال أهلي بين المصريين. ده لو حصل، ومش هيحصل بإذن الله، إن البلد ديت محمية بإذن ربها يعني. إنما كان المفروض بلد 100 مليون لما يحصل فيها فتنة مش هتبقى بقى طائفية، لا هتبقى طائفية وقبلية وغني وفقير وطويل وقصير وتخين ورفيع، وهتبقى شغلانة كانت كبيرة جدا يعني. واحنا شايفين اللي حصل للعراق، شايفين اللي حصل في سوريا، شايفين اللي بيحصل في ليبيا، شايفين ده كله. ليش مصر حمى مصر من ده؟ والذين ينكرون هذا الكلام لازم يخلوا بالهم، بس يراجعوا نفسهم مرة. وبعدين اللي فاكرين اللي بيتكلم، حتى لما بيتكلم يقولوا ليش والشعب ايد واحده، ليش والشعب ايد واحده ايه؟ ليش ده ابن الشعب ده؟ يعني ايد واحده ايه؟ ده ليش ده ابن الشعب ده؟ هو ليش ده منين؟ ما هو ابن عمي، ابن اخوك، من كل بيت مصري، من كل بيت مصري. انما ليش لما نشوف العقيده القتاليه بتاعه الجيش المصري، وهي يمكن اللي حسمها من الاول خير عناد الله الله الارض، سيدنا رسول الله لما قال الكلام ده، شوف من امتى، خير عناد الارض، لان هو العقيده القتاليه بتاعته النصر او الشهاده. ما فيش جيش تاني في الدنيا بيعمل الكلام ده، ما فيش حد ان يبقى عنده استعداد، لانك انت المساله بتبقى في وانا بقول لحضرتك الكلام ده انا عشته، فالمساله ما بتبقاش موت او حياه. وعايز اقول انا من الاسبوع اللي فات كان ليا صديقي ضابط مظلات محمود الشناوي، توفى الله، الله يرحمه، الله يرحمه. فانا وانا رايح في العزاء بتاعه في الجنازه، كانت في الدقهليه، فقعدت افتكر كان في مقوله في الجيش دايما ايامنا، ايام الحرب وما زالت، ان قال لك الموت الاول خده، والموت اللي بيجي ده اللي هو الاستشهاد. انا وانا رايح حسيت ان احنا فعلا اللي ربنا اكرمهم اللي هم استشهدوا، ما في الاخر انا عشت وده هيعيش، انما في الاخر هنموت كلنا، انما اللي نال الجائزه الكبرى اللي هي الاستشهاد، ولا بتستشهد في سبيل قضيه، بتستشهد عشان امي واختي وبنتي، انا يعني ومراتي، يعني انت بتدافع عن ده، بتدافع عن شرف، بتدافع عن عرض. فانت اللي في استشهد ده احيانا عند ربهم يرزقون، ده في مكانه هايله جدا،
انا استنيت بقى لما مت زي كل اللي ماتوا. شفت كان الامتياز الاولاني اديه في الاستشهاد، عظمه الاستشهاد. لازلت اذكر المقوله للشهيد عصام الدالي، مش ليه، ابنه الشهيد عصام الدالي ده حدوته واسطوره، من كان مجموعه 39 واستشهد. فكنت بكلم على عصام ابنه كبير، هو ده يعني مهندس اعتقد، او فبيقول لي كنت عايز وانا بس جات الظروف سافر او حاجه دي، فعايز كان عايز يوجه النداء لاسره كل شهيد، يقول لهم ما تقلقوش وما تخافوش، لان هو لما استشهد عصام الدالي كان هو طفل صغير عنده سنه او حاجه زي كده. فبيقول ما يقلقوش ليه، لان ربك سبحانه وتعالى يعني بيقطع وبيوصل. فبيقول لي انا لو تعرف الحاجات اللي حصلت لينا في حياتنا والبتاع ده، انا فخور جدا ان ابويا انا مش فاكره، مش فاكر شكله ولا فاكر استشهد وانا مش فاكر. عصام الدالي مع ابراهيم الرفاعي شهداء دولت، مع كل شهدائنا في كل وقت، من في كل الحروب اللي خضناها لغايه النهارده، شهدائنا اللي اول امبارح دول، كل دولت يعني لما تيجي تشوف ده، هو ده العظمه المصريين، هم هو ده الفخر المصري، انك انت عندك ناس ساعه ما دخلوا الكليه الحربيه هو وقع عقد مش مكتوب، انما انا على استعداد ان اقدم روحي لبلدي في اي وقت من غير ليه، لان انا هو كده. وعشان كده خير اجناد الارض وفي رباط الى يوم الدين، ما حدش يقلق على مصر طول ده ما الجيش ده موجود. وكان حضرتك قلت انه من لم يستشهد او ينال شرف الشهاده في معركه من المعارك او الحروب اللي خاضتها مصر حسد، الحسد بمعناه الطيب اللي هي الغبطه، تمني ان يكون لدي من النعمه ما لدى الاخرين، زميله اللي استشهد وفقد حياته في هذه كان يتمنى ان يكون في هذا المكان. طبعا انت يعني في الاخر يعني يمكن انا لا اشبه نفسي بخالد بن الوليد ولا اشبه حد، انما انا بحكي ان هو لما قال شوف دخل حروب قد ايه، بيقول ما فيش في جسمي مكان الا لطعنه سيف او بتاع رمح، وهو الان انا بموت موتة البعير، يعني بتحس ساعتها ان فعلا ان يعني ان ربنا ما كرمكش الكرم اللي كان المفروض ان انا اخد الشهاده. شيء رأي ابن دول احياء عند ربه، واهالي ولادهم بقى، ما هو الشهيد النهارده الضباط الشباب دولت، انت بتتكلم في 35 سنه و40 سنه اقصاها، وبتتكلم في سن صغير، يا اما اتجوز يا اما اتجوزي، عنده طفل يا دوبك شافه ولا لا، يا مراته حامل لسه، يعني طفل اتيتم وزوجه ترملت وام واب فقدوا اعز ما يملكون، شيء صعب. انما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى برضه يعني على قد الامتحان الصعب للاسره دي، انما ربنا سبحانه وربنا يصبرهم، يعني انا واحنا بندعو ربنا يصبر اسر شهدائنا اللي امبارح والاول امبارح وفي اي وقت ربنا يصبرهم. انما ما نخافش على مصر وما تخافوش على مصر طول ما جيش مصر موجود، طول ما جيش بلادي ده موجود. ولهم ان شاء الله الجنه ونعيمها ومنزله الشهداء في الجنه باذن ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. استاذ ابراهيم، لازم اوضح بعض الامور حضرتك توضحها لبعض الساده المشاهدين، لان هننتقل لقضايا بعدها رياضيه وكرويه كثيره، لكن الاحداث اللي بيمر بها الوطن تفرض نفسها وتكون في المقدمه مقارنه باي حدث اخر. عايز حضرتك توضح الفكره لبعض اللي بيسمعونا وبيتابعوا حضرتك دلوقتي، الناس اللي كان عندها اشكاليه انه ازاي بعد ما الدوله انفقت كل هذا الانفاق وقامت بكل هذا الحجم من الحركه والعمليات اللي نفذتها قوات الجيش والشرطه المصريه، ولسه بنعاني من ويلات الإرهاب ولسه في إرهاب، وكأنهم يرون أن الإرهاب ممكن مسحه في لحظة وأنه ينتهي من وطن هو الإرهاب بالكامل. الإرهاب ينتهي في لحظة لما يكون داخلي زي اللي كان عندنا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات في الصعيد، إلا كانت المجموعات اللي طلعوا وكانوا يعني، إنما الإرهاب اللي هو صناعة أمريكية وصناعة أوروبية، هو مين اللي عمل دول كلهم؟ إحنا هنهزر، ابو بكر بغدادي ده مش كان مسجون في امريكا لما خدوه؟ مين اللي عمل دول كلهم؟ من السبعينيات لما خدوا كل الجماعات، لما امروا كل البلاد العربيه ومنهم مصر انهم يطلعوا شبابهم المسلم عشان يحارب حرب الارهاب في افغانستان، مش هم مش 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 امريكا اللي قالت ده، وخدوا دول وعملوا منهم دول. ابو بكر بغدادي لما خدوه احنا فاكرينه سجنينه بقى، والجماعات الارهابيه بيقولوا اتاريهم كانوا بيلقنوه ويطلعوه، فطلع لنا داعش وطلع لنا بيت المقدس مكان بقى القاعده والحاجات القديمه. مين العمل الظواهر ومين العمل دول؟ والجماعات اللي كانت صنيعه الدول ثم خرجت عن سيطره هذه الانظمه، غير بتتحرك غير حقيقي كان. غير حقيقي يا محمد. دول بيتحركوا، لو هو خرج عن السيطره مين اللي هيديله فلوس ومين اللي هيسلحه؟ ما يعني خلينا العربيات التويوتا المجهزه اللي هي اللي احنا ضربناها ومسكناها اللي كانت بتحاول تدخل من حدودنا الغربيه واللي كانت موجوده في سينا واللي كانت بتخش من الانفاق في سينا،
ولما نبني ارقام الساشيهات بتاعت الشاسيهات بتاعت العربيات وشفناها طلع المستورد قطر الوكلاء اللي بيستوردوا العربيه المجهزه، العربيه دي مجهزه عربيه حربيه يعني مجهزه بكل كلام. الارهاب لو ما كانش في حد هيصرف عليه ده، اولا دول بيرهبوا معاهم ستاتهم ومعاهم عيالهم، ده حدوته غريبه جدا اللي بيعملوها هم، ان ارهاب يعني مع سبق الاصرار والترصد. فما حدش يقول انه لما خرجوا عن طوحه ما حدش خرج عن طوحه حد، هم محتاسين دلوقتي الارهابيات بقى زوجات الارهابيين دولت اللي هم انجليزيات والمانيات وعايزين يرجعوا بلادهم، هم محتاسين دلوقتي. وبعدين اللي كان بيقول لك اصل الارهاب عشان خاطر الانظمه الاستبداديه والفاسده والمش عارف الايه، طب ال 8000 بتوع المانيا اللي جم في داعش دولت الشباب دول عندهم هناك برضو فساد وعندهم ديكتاتوريه ودولت؟ لا ده صناعه، هم عشان خاطر ما يحاربش بعسكره هو، عشان ما يحاربش ده فطلع الحاجات دي، وعشان يضرب الاسلام طلع بده كله، هو كلها حدوته منظمه. في كل الاحوال كل اللي عملوه ما قدروش على مصر. الدوله الوحيده التي حاربت الارهاب بجد وبشرف وبامانه هي مصر. عشان كده انا بقول دايما ما تقلقوش على مصر طول ما الجيش ده موجود، ولازم نقول لجيشنا اذا كنا بنقول البقاء لله في شهيد، انما بنقول له تسلم تسلم يا جيش مصر. حدثنا عن مخاطر الارهاب وحجم التحديات اللي بتواجه العالم امنيا وتهديد سلامه او الامنين في اي مجتمع في العالم، ومن هذه المجتمعات طبعا مصر من الدول اللي بتعاني من الارهاب خلال السنوات الماضيه بشكل كبير جدا، ومحاولات مستمره من الدوله وجهد كبير للقضاء عليه من كل الاجهزه المعنيه بالتعامل مع اي خروج على الاطر القانونيه في اي دوله او تهديد وترويع للامنين. ده طبعا ممكن ياخد منا وقت الحلقه كله واكثر، ولدينا قضايا اخرى يجب ان ننتقل للحديث عنها، ولكن للحديث بقيه في هذا الجانب مع كاتبنا الكبير استاذ ابراهيم حجازي، حتى عشان نستكمل النقطة اللي أكد فيها أستاذ إبراهيم أنه بيرى أن دائما أبدا هذا الإرهاب صنيع الدول وصنيع التمويل ضخم جدا بأهداف دولية وأجندات دولية، وأنه بيختلف مع المقولة أو الدراسات اللي بتقول أن أحيانا بتصنع هذا الكيان الخارج على القانون ويخرج عن السيطرة حتى من الدول التي صنعته ويصبح خطر عليها، وبالدليل أن في بعض الضربات طالت أوروبا نفسها وطالت بعض الدول يعني اللي بيشار إليها أنها متداخلة مع قوى الإرهاب. بين هذا الرأي وذاك خلونا نصل إلى هذا الأمر في لقاء قادم أو حلقة لاحقة للحديث عنه إن شاء الله. أستاذ إبراهيم سننتقل الآن إلى موضوعات رياضية كثيرة جدا، هنبدأ برؤية حضرتك التوترات الموجودة في الوسط والأحداث وما أطلق عليه الأزمة اللي موجودة في الوسط الكروي في مصر طوال الأسابيع القليلة الماضية، حضرتك رأيك؟ الحقيقة هي أزمة من غير لازمة، يعني أنا مش قادر أفهم أزمة ليه يعني، و يعني اتعمل أزمة يعني في دلوقتي أزمة، إنما هي ملاش لازمة الحقيقة، ما كانش يجب أن تكون. وعايز أقول إن إحنا في الوقت اللي بلدنا فيه ما تتحملش هذا الكلام بلد، وده مش انا يعني لا اهدد ولا نظريه مؤامره ولا الكلام ده كله ولا نعم. انما عايز اقول ما ينفعش واحنا النهارده عمالين كل ده بدل احنا لان احنا 6-7 سنين اللي فاتوا دول عمالين نقسم في المقسوم، عمالين نختلق. وانت لما تشوف على التويتر او التواصل الاجتماعي انت بتشايف الناس على طول اول ما بيتحاوروا بيتخانقوا، فانت يعني انت ودي مصدره ليك يعني من الجيل الرابع والخامس بتاع الحروب ده حاجه معموله يعني مقصود. فانا ما ينفعش بس باخد حاجه فيها جماهير وفيها ناس اعمل فيها ده، وما ينفعش اللعب ده لان ده لعب بالنار يعني، عشان ده خطر خطر ده. وانا سعيد جدا بالمبادره اللي طلعت من مجلس النواب الحقيقه نائب صلاح حسب الله وسيد وزير الشباب، يعني على فكره ان يكون هناك توافق ويتحل الكلام، يا ريت يحصل ده هذا الكلام. انما لما نيجي بنبص للمساله بنظره موضوعيه وبسيطه، الموسم غصب عننا كلنا موسم مضغوط. ليه مضغوط؟ لان الكاف الاتحاد الافريقي كان لازم يعدل مواعيد المسابقات بتاعته، مسابقاته اللي هي البطولتين بتوع البطولات الافريقيه البطولات الافريقيه الكونفدراليه ودوري الابطال يعدلهم عشان يبقوا مع 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 اوروبا يعني كل المسابقات، عشان لما يبقى في وقف هنا وقف هنا عشان ما يحصلش تعطيل لما يبقى في حدث، عشان كمان اجنده ارتباطات المنتخبات في العالم كله تبقى واحده كلها. والاتحاد الافريقي قال الاتحاد المصري، والاتحاد المصري ابلغ الانديه بهذا الكلام وقال لهم عشان نحل المشكله دي وما يبقاش في ضغط مباريات نلعب مجموعتين. فالمجموعتين يعني انك انت تقدر تلعب بقى براحتك يعني، هيبقى لو عندك وقت كويس قوي تقدر تخلص فيه. الانديه كلها رفضت المجموعتين، قال لهم الاتحاد رجع قال لهم طيب خلي بالكم هيبقى مضغوط، قالوا نلعب مضغوط خلاص ادي البدايه. وافقنا على اشياء وفقا للجدول السنه دي، دخلت البطوله العربيه على الالتزامات اللي موجوده، فبقى في بطوله عربيه وبطوله افريقيه
بطولتين افريقيه يعني، في بعدنا ست سبع انديه داخلين في في لان البطوله العربيه دخل فيها انديه اكتر، فطبيعي لما يبقى عندك ست او سبع انديه بتقلل لهم مباريات هيحصل لك ربكه. الربكه دي ادت ليه؟ لان الاهلي كان عنده بطوله الانديه ووصل للنهائي، فمعنى انه يوصل للنهائي انه عنده ماتشات كتيره اتقللت، ووصل للنهائي في الموسم اللي احنا فيه ده، وخلص النهائي، خلص النهائي بعديها بثلاث اسابيع لعب البطوله الثانيه، فهو اكتر نادي اتعمل له مؤللات. البعض بيحاول ان يصدر ان فكره المؤللات دي يعني يعني مجامله للاهلي، ولا مجامله ولا حاجه، ده هي معروف مسبقا ان ده هيتم. والمؤللات اللي ما حدش واخد باله منه ان الاهلي او اتحاد الكوره والكل هنا خلاص، والكل قابل، احنا قابلنا ان يبقى مضغوط خلاص. في شهر فبراير اللي احنا فيه، من فبراير 2 فبراير ل 28 فبراير، الاهلي لعب خمس ماتشات وهيلعب ثلاثه، في ثمان ماتشات في 26 يوم. هذا ده رقم قياسي غير مسبوق في اي حته في العالم، ما فيش فرقه لعبت ثمان ماتشات في 26 يوم في على الاطلاق، ومع ذلك لم يتكلم الاهلي. ظهرت الأزمة إن في حد عايز يقلل ومش هلعب، اللي هم بقى في فرق عندنا قعدت 25 يوم ما بتلعبش، يعني ده بيلعب كل 3 أيام ماتش، وفي ناس قعدت 3 أسابيع ما بيلعبوش وأربع أسابيع ما بيلعبوش شهر. أنا هنا لازم كلنا نتحمل، ولما تبقى في دايما حاجة ما حدش يصدر أزمة، إنما نيجي على نفسنا ونحل. ده ما يجب أن يكون. فجأة اتحاد الكورة عمل حكاية ان 28 ده بعض التعديلات بعض التعديلات على الأزمة دي كلها، وحط حاجة. فالأهلي قال لهم الله، يعني أنا مضغوط، أنا ده أنتوا كنتوا لازم تيجوا في ماتش 28 ده، لما أنتوا هتفضوه ده وهتشيله تأجله علشان بيراميدز عايز ما يلعبش لما الأهلي يلعب مع الزمالك، وهو ده قانونيا حقه. إنما في الأزمة دي كان إنما هو طالما أنه طالب بده خلاص. فقالوا له لا هنحط لك ماتش هنا تاني. قال طب حط ماتش ده، انت خليني اشم نفسي، يعني انا 28 خاصه ان في سفريتين بره وسفريه داخليه لونا في الثمان حكايه كل ثلاث ايام الفتره دي المتبقيه. فوضع غريب. اتمنى ان فكره المصالحه، اتمنى ان الموضوع يعني ينظر اليه بهذا الموضوع. لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض دلوقتي، احنا عندنا بطوله. هل ممكن الانديه المصريه تتعامل مع بعض كده يا استاذ ابراهيم، انه اي نادي بيمثل مصر دوليا في اي مسابقه قاريه او دوليه يبقى في تكاتف معاه وتفاهم ان ده بيمثل الرياضه المصريه رغم طبيعه المنافسه اللي بين الانديه دي، ولا ده كلام حالم بعيد عن الحقيقه وعن الواقع؟ هو مش حكايه حالم، اذا خلصت النوايا كل حاجه تتحل. يعني احنا مسألة فكرة، اصل انت خلي بالك احنا تعرضنا لمشكلة في الفترة لما دخلت فكرة الروابط اللي موجودة، حصل عبث في هذه المنظومة. وانا كان شيء جميل جدا يبقى عندي شباب بيشجع وبيعملوا الكلام ده، وشيء جميل جدا ان كل واحد زي ما بنقول ان كل واحد يبقى عنده هواية وعنده نشاط اخر خلاف المهنة اللي بيشتغلها، لان ده كويس جدا انك تبقى عندك اهتمام اخر بشيء اخر. فكرة الانتماء دي شيء عظيمة جدا، انما لما يتلعب في الانتماء ويتحول لتعصب هنا بقى نقول نقف هنا شويه، لان احنا دخلنا، لان انا الانتماء مش لنسيه، يعني حضرتك اهلاوي او انا اهلاوي او انا زملكاوي انا مش لنسيتي دي، لا ده انا منتمي للزمالك. هذا الانتماء بيتوقف ويقف عند الانتماء لمصر، ولازم بقوه الدفع لهذا الانتماء، هو ده الموضوع. فهي دي الفكره، تحولت المساله لتعصب في خلال الهرتله اللي كانت شغاله في الست سبع سنين اللي فاتت دي كلها، فالمساله ظاطت. انما لما نيجي نبص للموضوع، ما احنا يا اخي بنشوف كل الانديه بتلعب بره ولها جمهورها، مع ان انديه صغيره لما تشوف الدوري الاسباني او الانجليزي بيلعب مع المتصدر الدوري وبيلعب لاخر حاجه وبيتغلب بيه كله بيسقف له كله وكله، يعني ده موضوع. حضرتك بتشوف الناس بتكتب ازاي على الفيسبوك وعلى المواقع في كلام الكوره، شيء جماهير نادي بتكتب عن جماهير نادي اخر او منافس بيكتب عن منافس، بلاقي حاجات الحقيقه انا مش شايفها علاقه بالكوره. وكاننا مش اللهم اهلك الظالمين، اللهم رد كيد المعتدين. يا جماعه انتوا بتتكلموا في امور رياضه ومنافسه في العالم كله، كاننا مش مصريين. وصلنا للدرجه دي؟ ما هو ده وصلنا، لانك انت بلدنا يا محمد من 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 بعد 73 بدا التركيز على المنطقه كلها، اللي هو كان تحضير لما سيحدث بعد كده ب 20 سنه ولا 25 سنه. كانوا بيحضروا، اول حاجه عملوها ايه تفتكر؟ عملوا رساله تحذيريه لمصر والسعوديه. السعوديه اللي عمل السلاح البترول الملك فيصل رحمه الله عليه، وفي مصر الرئيس السادات اللي خد قرار الحرب. الاثنين قتلوا، ده في وسط جيشه وده في قصره. ده رساله كانت ما خدناش بالنا،
بدأت الحكاية وبدأ التفكير والكلام ده كله فبيفك. هل احنا النهاردة بين يوم وليلة قمنا الصبح كده يعني مثلا فات علينا برص مثلا بين أخلاقنا وحشة، هل وقعنا من على السرير الواحد دماغه اتخبطت بقى هرتل؟ لا، انت فكرة الفتنة وعدم القدرة على انك انت تتحاور وفكر كل الحاجات السيئة اللي بنشوفها دي، دي نتاج اشياء كثيرة جدا عملوها. عشان نخلص من دي لازم يبقى في بداية النور، النفق المظلم ده لازم يطلع فيه نور. زي انا بحيي الحقيقة سيادة النائب صلاح حسن الله في مجلس النواب على المبادرة اللي عاملها دي. لازم نقف في ايه يا جماعة؟ اكبر نادين عندنا يبقى ده مش ممكن، لازم كل الكلام ده يوقف، ولازم يبقى فيه سكه تانية للحاجات دي كلها، لازم يبقى فيه طريق تاني. ده حتى انا يعني هسال حضرتك سؤال مش عارف اذا حضرتك تتفق مع رايي ده ولا لا. في رؤيه بسيطه جدا بتقول مع احترامنا لكل كيان وكل شخص او مؤسسه غير مصريه عربيه او اجنبيه ممكن تاتي الاستثمار والمشاركه معانا، لكن اصحاب الراي ده بيقولوا مش من باب اولى يبقى في احترام متبادل بينا كمصريين عشان غير المصري يحترمنا لما يشوف احترامنا لبعض، لانه لا يمكن ان يحترم المصري اذا لم يحترم المصري المصريين اللي زيه. يعني دي بديهيات. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا رايي ان انا ده ما تبصلهاش كده، مش الصغيرين بقى اللي طالعين شايفين الاكبر لغه الحوار بتاعتهم اللهم اهلك الله الله الله. يعني مثلا احنا ده حرب بقى مش كده يعني ده بلد تانية، بقينا بلد تانية. ده لازم ده بصوره او باخرى الكلام ده لازم بصوره او باخرى نتصدى ليه بسرعه. الله، هو الاصل في الايه؟ هو الرياضه ايه؟ ده انت الرياضه اسمى نشاط تربوي واعظم نشاط تربوي على الاطلاق. ده بيتقرب ما تفرقش. انا بقى الرياضه دلوقتي ان احنا بنتخانق مع بعض ونكره بعض مش مع انها في النهايه شيء جميل، يعني حاجه بتساعد الناس يعني وسيله للترفيه حتى لو بقت في انفاق وفي صناعه وفي استثمار، بس في الاساس رياضه. يعني زي ما حضرتك بتقول حاجه المفروض بتسعد الناس يعني، وهي اصلا مش معموله عشان نتخانق يعني، معمول ده المفترض انها بتقرب الناس. ده فكره كاس العالم نفسه لما اول مره يعملوا مسابقه عالميه لكره القدم قالوا عشان نعمل وسيله سلميه وجميله وحضاريه للتعارف بين الشعوب وبين الثقافات المختلفه. وهو كوبرتان اللي هو المحامي الفرنسي اللي عمل الدورات الاولمبيه، وعملها ليه؟ لان كانت قبليها كانت كل الشعوب بتتخانق، عندهم فرط قوه، عندهم فائض قوه، فهيطلعوه في ايه؟ كانوا بيحاربوا. فعمل الدورات الاولمبيه عشان يمتص فيها هذه الطاقه دي والعنف ده كله. احنا دلوقتي اللي بنعمله ده ما ينفعش، ما ينفعش. لان انا عندي سؤال، طب احنا كنا كبار بيعملوا كده، الصغير اللي بيتربى على ده هيعمل ايه؟ ده هيطلع هيمص دم بعض بقى. يعني حضرتك بتطالب كل رموز منظومه الرياضه وكره القدم المصريه والانديه المصريه والاتحادات الرياضيه وفي مقدمتها طبعا اتحاد الكوره وتداخله مع اللعبه ومع الانديه المشاركه في الدوري الممتاز، انهم الكل يعيد حساباته بالنسبه لطريقه التعامل بين كل الاطراف. ده لازم ده لازم ده لازم يبقى في حاجه كده يعني، لازم يبقى في حاجه كده. ولازم انا بقى كاتحاد عندما انظم واخذ قرارات لازم ابقى منصف ولازم ابقى عادل، لان هو ده الاساس. لانك انت لما تيجي بتعمل مسابقه دايما بتقول تكافؤ الفرص، لازم يبقى الفرص كلها متكافئه، لازم نعمل ده. انما في الاول وفي الاخر احنا عاملين ازمه ليه؟ عاملين خناقه ليه؟ هل 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 مصر تستاهل ده مننا؟ هل الوطن يستاهل من قبل؟ الاعلام الرياضي دوره ايه يا استاذ ابراهيم في الكلام ده كله؟ دلوقتي انا ما اعرفش يعني، المفروض ان دلوقتي كل من يعمل في القطاع. بالعكس انا كان شايف الغلاف بتاع الاهرام الرياضي كان غلاف كويس اللي عامله محمد شبان رئيس التحرير اللي بيقول انتبهوا يعني في ازمه يا جماعه. ما ينفعش انت لما تيجي الدور بتخانق عليه، وانت عاملين الدوري عشان نتخانق؟ اذا كنا عاملين عشان نتخانق اقفلوه، اذا كان ده هيفرقنا نقفله، اذا كان ده هيمزعنا كمصريين ما ينفعش. بقى انا فيش عمالين ناس تستشهد على الحدود عشان احنا نعيش واحنا عمالين نشتم في بعض، بدل ما نبقى سعداء بالمنافسه وكل واحد يعني بيشجع ويحب فريقه ندور على اسباب تانية للخلاف يعني، نختشي شويه يعني. ما ينفعش كده، ما ينفعش ناس عماله بيقدم روحه عشان يحمي البلد دي واحنا عمالين نهد في دور البلد دي من هنا. طيب وسائل الاعلام الرياضي في مصر، وحضرتك لك باع طويل جدا من الخبرات والعمل والاسهامات في هذا المجال، الاعلام والصحافه الرياضيه، هل حاليا في مصر بيشتغلوا على توصيل هذه الرساله البناءه اللي حضرتك بتتكلم عنها، ولا بيأججوا الاختلاف بشكل مبالغ فيه؟ الثانيه اللي انت قلتها دي. لا طب بيأججوا. طب من يراجع الرساله والفلسفه الاعلاميه؟ مش عارف، انا مش عارف ان يراجع، انما المؤكد يعني زي ما ظهرت المبادره لمجلس النواب النائب صلاح حسن الله وزي تدخل الوزير بسرعه نتحرك. احنا دايما متاخرين خطوه او زي ما بيقولوا لحظه، في حاجات بتبقى بتاخد واحد على 100 من الثانيه عشان اخد قراري. احنا متاخرين في الحاجات اللي دي يعني، زي ما متاخرين دايما يعني. احنا في الفتره اللي فاتت دي كلها مين اللي فكرنا مثلا
بحكايه السمنه او الوزن الزايد. الرئيس مين اللي كل شويه يعني انت محتاجين ده يعني مع كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه. يعني انا هضرب مثال تاني ومحدش واخد باله منه. المثال التاني اللي محدش واخد باله ده اللي من كام يوم، ان اللي يطلع فيديو يقول ان في فنان اتنين طالعين بحاجه فاضحه. يعني الموضوع ده مش موضوع ان حد سرب بتاع الموضوع لازم نبص له، ده موضوع لانك انت بتضرب القوه الناعمه بتاعتك. احنا نجوم الفن، كل نجوم مصر في مختلف الانشطه، هم دول قوتك، هم دول عزوتك، هم دول اللي انت بتفتخر بيهم. اما يطلع كل يوم تجريف ليهم وضرب ليهم، ده لصالح مين؟ تجريف الرموز لصالح مين؟ لازم الصغيرين دول لما يطلعوا يعرفوا ان دول، لازم يعرف ان هو مش رايق، ده بلد ضربه في التاريخ الاف السنين، لازم يعرف من ده. انا تجريف الرموز لما طلع الفيديو بقى البتاعتين، هو كل من دخل استوديو وطلع كده بيشاور كده، هو كان واقف وسط مجموعه عمل كده بقى فنان. نقابه الممثلين فين ولا نقابه المهن التمثيليه فين؟ انما هو ده بيضرب مين؟ بيضرب نجومك بتوع الفن. لان نجوم الفن عندنا عظام وعندنا وفنانين بجد، ودول لازم نحافظ عليهم، ورموز بجد. ما ينفعش حد يجي يشوههم بالصوره دي. هنا بقى على ما يطلع قرار عشان نعمل ده بنتاخر فيه. كم فيديو وكم حاجه طلعت. حضرتك لك كان لك ملاحظتين على الموضوع. حضرتك قلت مش اي حد يستحق لقب فنان الا لما يكون له اسهامات حقيقيه وتاريخ حقيقي في المجال ده. والحاجة التانية ان حضرتك قلت برضو لازم نعيد حساباتنا في عملية اسقاط الجزء على الكل، مش كل نموذج سيء نقول ان كل الوسط بتاعه وكل المجال بتاعه. ما نعممش الاحكام بتاعتنا. دي امور مهمة. طيب الامور اللي حضرتك اشرت اليها ومنها موضوع الرشاقة والسمنة والتغذية والتربية، ده هنصل اليه النهاردة لانه من المساحات الرئيسية للحوار مع حضرتك في هذه الحلقة. خلينا نمشي بتسلسل احداث هذا الاسبوع. المستوى الفني للاهلي، شغل شاغل للجماهير وللرأي العام الأهلاوي، الجمهور الأربع مباريات اللي فاتوا هزيمة في البطولة الأفريقية وثلاث انتصارات في الدوري المصري، والجمهور غير راضي عن الأداء في المباريات الأخيرة وعنده علامات استفهام. رأي حضرتك إيه في التعليقات على الأداء؟ وبعض الصحف أشارت إلى أن الأداء ما كانش فنيا بالمستوى المطلوب. أنا عايز أقول، عايز أحيي فريق لعيب الأهلي وفريق الأهلي والمدير الفني، لأن الراجل ده بيعمل اصعب الظروف. رأينا مجموعه اللعيبه اللي موجود، نجح النادي الاهلي ومجلس اداره الاهلي انه يجيب مجموعه من النجوم. يعني ما حدش يقدر يقول لا ده مجموعه نجوم كويسين جدا. انما لما تيجي تشوف الاداء تلاقي غير كده. ده طبيعي، طبيعي ومنطقي لما انت تلعب. وانا عايز اوضح النقطه دي لان هي دي ما حدش واخد باله منها. اي حد يقدر يلعب ماتش كل يوم كل يوم، بس ما يبقاش فيه نتائج ومباريات فنيه. يعني بلعب ده لانك انت تستطيع انك انت تمارس الرياضه كل يوم نشاط بدني اكتر من، لان في لما هنلعب كده هتحدد تجري لك 2 كيلو 3 كيلو، لا ده انت ممكن تجري 5 كيلو كل يوم مش هتتعب. ليه؟ لان مفيش ضغط العصبي المصاح. انما لما اجي العب ماتش كل 3 ايام وانا بلعب على حاجه واحده بس، المكسب. فريق الاهلي اذا كان عايز ينافس على الدوري ما قدموش الا ان يكسب كل المباريات اللي جايه خلاص ان شاء الله. فانت لما تلعب في هذا الضغط وهذا الموضوع، الضغط العصبي بقى هنا بقى نسيب بقى الموضوع البدني واللياقه البدنيه والمهارات والكلام ده كله، وبنتكلم على الضغط العصبي. هل الجهاز العصبي بتاع اي انسان كده نقدر نقول عليه انه يقدر كده يقدر يتحمل انه يلعب ما اعرفش ايه ويعمل ايه على طول كده؟ هل الجهاز العصبي يتحمل ده؟ لا. بدليل اللعيبه المحترفين الكبار، الانديه الكبيره اللي بشوفهم اما بيطلعوا بيخلص الدوريات لما يبقى في كاس عالم. احنا بقى لنا دلوقتي فتره كبيره جدا في كاس العالم المستوى الفني لمباريات كاس العالم اقل بكثير عن بطوله اوروبا للانديه. ليه؟ لانه طلع من نهايه موسم هو مش مرهق بدنيا، هو مرهق عصبيا. لانه كان مع نادي بتاعه بيلعب في نادي كل النجوم الكبار بيلعبوا في انديه كبيره بتنافس على دوري، ولما بيروح المنتخب بتاع منتخب المانيا بيروح مش عارف. احنا شفنا المانيا صيفت في عز الشتاء في كاس العالم اللي فاتت. ليه؟ لانه الضغط العصبي بتاعه خلاص. الجهاز العصبي، مشكله الجهاز العصبي انه لما بيرهق يبتدي يدي اشارات غلط للجهاز العضلي، هو اللي بيحرك الجهاز العضلي. احنا عندنا المشكله مضاعفه، لان الجهاز العصبي بتاع اللعيبه اللي في مصر عندنا الجهاز العصبي بتاعه اصلا
في دمج في مستهلك من بدري مطلط في فرق انه لا هو مش مستهلك اطلط يعني لا يعمل بالكفاءه الكامله. ليه يا استاذ؟ لانه لعبناه منافسات قبل ما يكتمل نموه ودي جريمه بكل ما تحمله. ده قانون العمل بيمنع ان الاطفال يشتغلوا الا في سن 18 سنه عشان الضغط العصبي. الضغط العصبي اللي في المباريات اصعب بكتير جدا من اللي في الشغل. فلما يبقى الطفل الصغير ده بيلعب مباراه عشان كده بره ما بيلعبوش حاجات رسميه فيها نقط والوان والكلام ده، بيلعبوا مباريات بيشوف فيها الستايل بتاعه، بيشوف مهاراته والحاجات دي كلها. انا عندي الجهاز العصبي بتاع لعبتنا كلها مصاب بهذا العضو، فلما بيلعب يضغط بقى يلعب شويه مباريات دي او الكلام ده كله مش على طول يظهر العيب القديم. اضف لذلك ان النموذج اللي حضرتك ذكرته في الاسبوع الماضي لما قلت لما ابن يخسر او بنت تخسر في سباق يعني رياضي للاطفال او مسابقه رياضيه وابوه او امه مش يوبخه ده ممكن يضربه. ده اللي بيكرهه في الرياضه كلها يعني. ده بس هو جوه بقى الجهاز العصبي. الناس مش فاهمه ان الجهاز العصبي هو كل الحدوته في الرياضه. عشان كده لما تيجي ماتش الاخراني حسين الشحات وانا اشهد لها ان ده مهاراته وكفاءته وامكانياته هايله جدا. في كورتين غراب جدا امبارح شفناهم دول ما صدروش ان الجهاز العصبي بره، فبتبقى خلاص سيطرتك انت هتيجي الشوط مش هتشوط الكره اللي انت لو انت جهازك العصبي سليم هتشوطها كده. فده الاخطاء ده. فلما يبقى انت عندك بتلعب كل 3 ايام ماتش كل 3 ايام ماتش فانت في اجهاد بدني. انما مش هو ده المعوق الجهاد الحقيقي للجهاد العصبي اللي هو بينعكس على طول، وده بتشوف الماتش اول ما بتعقرب وتكلم واحنا بنشوفه. طب استاذ ابراهيم البعض قد يسال مش نجوم العالم كله بيلعبوا بيتالقوا ساعات بيجيب الجون من ربع فرصه في ماتش وفي ماتش تاني نفس النجم بيضيع اربع فرص في دوري من الدوريات الاوروبيه. ليه الناس ما بتتفهمش ان اللاعب مستواه فاريبل متغير من مباراه لمباراه؟ ده بيحصل برضه. بيحصل بنسبه حتى الضغوط العصبيه النجوم الكبار بيتاثروا بيها. امبارح ميسي التمريرات الخاطئه اللي عملها ميسي في الماتش بتاع امبارح مع بلد الوليد اللي عملها امبارح مع ضرب الجزاء ضيعها بقى اكتر من كل التمريرات الخاطئه اللي عملها في حياته. يعني انا بقول لك ده وارد. ريال مدريد حد يقدر يتكلم على امكانيات ولا ده مغلوب امبارح من الفرقه 17 في الدوري الاسباني. النهارده الماتش اللي حضرتك بتتكلم عن جيرونا فريق جيرونا كسب 2-1 النهارده ريال مدريد. ده موضوع. الكلام ده مش تبرير لحاجه بس انا عايز اقول ليه بيحصل ده. بيحصل ده لما يبقى ضغط العصب. من الكلام ده نعمل ايه يا اخوه جماعه الخير؟ يعني يا ريت مسابقات الناشئين عندنا في كل اللعبات وكل ما فيش مباريات رسميه للناس الصغيرين. يا ريت الكره اللي حضرتك اشرت اليها وفي واحده ثانيه في الشبكه من الناحيه الثانيه والجمهور علق على ده. الجمهور ضاغط جدا حابب فريقه جدا ومتابعه في كل مباراه وبقى بيقيم بالمباراه الواحده. يعني امبارح سمعت تعليقات رمضان صبحي امبارح رائع الجمهور مبسوط منه بيقول من افضل مبارياته من وقت رجوعه لصفوف الاهلي. امبارح الناس مش راضيه عن اداء نجم الفريق حسين الشحات وهو برده زي ما حضرتك قلت من ابرز نجوم الفريق ولا يقل عن رمضان في امكانياته. هل احنا بنقيم صح لما بنقيم كل لاعب لوحده في كل مباراه ولا المفروض ننظر للاوتكم النتيجه الكليه للفريق؟ هو اللي قالوه صدق لما يقول ده وحش النهارده ما وحش بس لازم نعرف وحش ليه. واللي بقوله على فكره مش تبرير انا بتكلم كلام اتحدى اي حد علميا يتكلم فيه ويقول ان اللي انا بقوله غلط. احنا في ده في لحظه مجرد الضغوط العصبيه دي ما تتشال انك انت يبقى الماتشات فيها هتقول لي طب ما في مباريات ولا هيبقى في كل مره في ضغط؟ لا في فرق ان الضغط العصبي ما هما بيخلص الماتش النهارده بيروح بيعمل ده تاني يوم ثالث يوم بيلعب تاني فما خرجش هو ما خرجش من الضغط العصبي بتاع الماتش اللي قبليه. لما بتضيف على دول ان انا بلعب على بطوله بتبقى مساله زياده ضغوط كبيره هو جدا هو ده الموضوع. احنا عندنا كل مشاكلنا في الرياضه المصريه قطاعات الناشئين. عايز تعمل نجوم كبار زي اللي بره اهتم بقطاعات الناشئين. عايز تعمل تعليم كويس اهتم بالمرحله الابتدائيه. عايز تعمل زرعه كويسه اهتم بالنبات وصغير قبل ما يطلع. هي كده. انما مراحل الناشئين عندنا امل ان احنا نبدا نغير ده تدريجيا يا استاذ ابراهيم. يا سيد الفاضل لو احنا النهارده انا من الكلام من انا كالدوله وعايزين نصلح او نعمل ده اتحاد الكوره مش هيعمل صدقني مش هيعمل لنا يعني مع احترامي الكامل ثلاث ارباع الكلام ده ما يعرفوش. انما انا عايز اعمل اي حاجه انا النهارده استطيع ان انا كدوله بقى اعمل اربع مراكز واحد في الصعيد
واحد في بحري كده يعني مراكز، بحيث واحد في القناة عشان اخد مدن القناة وسينا. المراكز دي التلاتة او اربعة. بعمل المراكز دي ليه؟ ان انا المواهب اللي موجودة في كل حتة اخدها من السن الصغير. ما انا لو خدته بعد ما هو عنده 18 19 فاته كتير، مش هقدر اديله اللياقه البدنيه اللي تسعفه يلعب مباراه كامله. واحنا عندنا نجوم من غير ما اقول اسامي شايفينها ما بيقدرش يلعب ماتش، نجوم مولودين وهم عندهم مهارات كرويه زي اي نجم في العالم، بس اللياقه البدنيه اقل من اي حد في اي حته، فمش قادرين. احنا النهارده نستطيع نهتم بده، ننظر نظره ده. انا الدوله شايف الدوله كدوله ابتدت تعمل حاجه، ويعني وبالمناسبه هخرج الموضوع ده في الدوله عشان بس عايز اشكر الحقيقه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. احنا بيتعمل حاجه دلوقتي يا محمد، التاريخ سيؤرخ في مصر ان اول نهضه بعد محمد علي بالنسبه للتعليم بتتم دلوقتي في 2019 اللي احنا فيها دي. النهضه في اتوزع التابلتس على طلبه اولى ثانوي في كل مدارس مصر. كنت بتكلم مع حد في اعداد السيره دمياط، 12,000 طالب في الاولى ثانوي. التابلت ده عباره هو عاملين له دايره مغلقه ان هو بيخش على بنك المعلومات وهو بيخش بياخد فيه الهوم ورك بتاعه الواجبات بتاعته بيحل فيها، ولا شيء اكتر من كده. ولي الامر لما بيستلم بيدفع 100 جنيه للصيانه وبيعمل تعهد على عشان لو هو لو لعب فيه عشان يلعب اتاري بقى وشغل الحلبسه ده هيبوظ. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني كل مدرسة من المدارس الحكومية في مصر اتعمل فيها عشان الطالب ما هيجيب نت منين، فالنت موجود في المدرسة وبيشحن الجهاز قبل ما يمشي عشان خاطر يقضيه بقية النهار. التحويل ده وعشان الشبكة دي تتعمل وكلام كلفت في كل مدرسة نص مليون جنيه. شوف اللي اتعمل قد ايه. احنا بنتحول من حدوتة قفزة هائلة تمت. كان من سنتين الناس بتنتقد ويقول لك انتوا عمالين بتعملوا كباري وبتعملوا. هو فعلا دكتور طارق شوقي الفتره اللي فاتت الناس هجمته كتير جدا، وهو لسه بيضع استراتيجيه العمل الخاصه بالفتره الجايه، وكان بيرصد مشكلات القطاع، وناس قالوا انتوا بتقولوا شعارات وما حققتوش حاجه. هو نفسه كان له رد فعل وبعض التصريحات انه يشعر بنوع من المراره، لانه كان له تصريح نقل عنه في بعض الصحف قال يعني ما حدش قال لنا حتى كلمه شكر لما انجزنا خطوه مهمه زي دي زي توزيع التابلت. اصل مش حكايه توزيع تابلت، انت بتنقل خلاص من الحفظ من الحفظ والتلقين للبحث والمعرفه. ما هو ده اللي يقصده اللي هو البعد التكنولوجي. انت عشان تلحق العالم هو ده، ولما تبتدي ده في كل قرى ونجوع وعزب مصر الحتت الصغيره تعمل ده، دليل ان الدوله محترمه وتفكير محترم وبتعمل بجد. كانوا بيهاجموا النخبه بتوعنا، كانوا بيكتبوا انتوا رايحين تعملوا طرق والكلام ده، احنا عايزين التعليم والصحه. في التعليم والصحه اتعمل حاجتين ما اتعملوش في تاريخ مصر. المشروع بتاع فيروس سي اللي بياكل كبد المصريين اللي اتعمل، منظمه الصحه العالميه قالت ايه؟ احنا فاللي عملناه في عندنا احنا سبقنا امريكا. امريكا عندهم حوالي 3 مليون واحد عندهم فيروس سي. نسبه العلاج اللي عملوها ليهم وهم اللي مخترعين الدواء اقل من 10% بالنسبه للنسبه بتاعتنا احنا. احنا اللي اتعالج عندنا وبعدين معمول دلوقتي ان مصر هتبقى خليه خلال سنتين او ثلاثه من فيروس سي خالص. انت عارف ده معناه ايه؟ ده حاجه عظيمه جدا ان يكون هنالك دوله فيها بتفكر وبتحترم شعبها وبتاخد. ودول 80% من اللي عندهم الفيروس كان اهالينا البسطاء، يعني مش هيقدر يتعالج. لما طلع الدواء هو غالي جدا، الدولة يعني مليارات اتصرفت عشان تعمل ده، وده واجب. ما حدش يقول النهارده الحدوته اللي بتتعمل عشان العيون 100 مليون صحه، والنهارده اللي بيتعمل جديد علشان السمنه اللي بداوا فيه عشان السمنه، مشروعات بتتعمل بس لما بتتعمل يسكتوا، محدش يتكلم. ننتقد في التعليم. ارجع واقول ان اللي بيتم في التعليم دلوقتي اول نهضه حقيقيه تتعمل فيك يا مصر النهاردة بعد شوف من أيام محمد علي لما صفر بعثات بره. بس ده النهاردة بينقلك للعالم فيه. احنا بقالنا قد ايه بقى في؟ طب هل احنا مؤهلين يا استاذ ابراهيم ولا لا ان احنا ننتقل الى هذا الجانب الرقمي في الامور التعليمية؟ يعني احنا الدولة ماشية في اتجاه حضرتك بتقول انه طيب جدا ومهم جدا، هل احنا كمجتمع مؤهلين لده في ثقافتنا في طريقة تعاملنا مع الاجهزة دي في اميتنا ودرايتنا ومعرفتنا العلمية ولا لا؟ دلوقتي لما بتمشي انت في حد ما فيش فيه موبايل؟ لا طبعا كل الناس في حد ما بيخشش عشان يشوف الحاجات اللي عايز يشوفها في على الموبايل هو لا مؤهلين.
ممكن تظهر بقى تظهر مشاكل. طب ما ده هو هيعملوا امتحان في اخر مارس يشوفوا التجربه هتظهر. طب طبيعي اي تطبيق طبيعي اي تجربه جديده. انما انت نقلت نقله من يعني نقل خرافيه. ويعني انا عايز اقول يعني للدكتور طارق شوقي معلش ما هم ده قدر يعني ان اي حد هيشتغل هيتهانوا لان ما في ناس طالبه ان البلد دي لا تقوم ولا تتقدم خطوه. لا ده في كمان مقوله مش عارف حضرتك تتفق ولا تختلف معاها ان جوه كل وزاره وجوه كل كيان كان بيشتغل بالطرق البيروقراطيه القديمه والتقليديه مقابل. اتعود على انه مكاسبه من هذه الطريقه هيقاوم. وان تغييرها بيهدد مصالح البعض هيقاوم. هل حضرتك متوقع ان ده يبقى موجود؟ مقاومه للتغيير. اي جديد بيقاوم اي جديد بيقاوم. انما 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 لما يبقى انت بتعمل النقله دي الناس هتحس. النهارده الولد بتاع اولى ثانوي هيشتغل بالجهاز بتاعه في ثانيه ثانوي، واللي هيخش اولى ثانوي السنه الجايه هياخده ده، بعد ثلاث سنين هيبقى المرحله الثانويه كلها تم تغطيتها كلها بالجهاز. واي اي مشوار الألف كيلو بدايتهم خطوه. التابلت ده الخطوه اللي بينقل مصر. مصر بتتنقل لحته ثانيه للمكان والمكانه اللي تستحقها مصر. بس ما حدش لانه كمان له دور مهم جدا قالوا عنه انه في الجامعات بره البعد الرقمي التكنولوجي ده بيساعد على الابديتنج بتاع الابحاث والتجديد كل يوم، غير المناهج اللي بتطبع والكتب اللي تخش المخازن فبتجمد، بيحصل جمود في المناهج لخمس سنين على الاقل على ما تعاد الطباعه بشكل انت جديد. وزاره التربيه والتعليم كانت بتطبع بمليارات كتب وتترمي اخر السنه. ده الجزء. الجزء الثاني العالم كله داخل، اذا احنا ما دخلناش في ده هنقع اللي هو التحول الرقمي، وللاسف ما شرحش كويس للناس. خلاص بقى كل حاجه دلوقتي هتبقى كلها تكنولوجي، كله من خلال الشاشات والكلام والكمبيوتر والكلام ده كله، مش هيبقى فيه الحدوته دي. غصب عننا ما رحناش ده يبقى احنا خرجنا من الدنيا. فانت بلد بتستعد لده، فلما بتجهز تعليمك ده احنا كان انا اكتر حد كتب علشان حكايه المناهج، تغيير المناهج كان اقصى طموحي، بس ان احنا نعمل مناهج يعني تقربنا شويه بدل الحفظ والتلقين يبقى بحث ومعرفه. الطفره اللي حصلت لا ده نقله هائله. نتمنى ان شاء الله. حضرتك كمان بتوجه رساله للناس انها تكون مؤيده لهذا التوجه عند الدوله في قطاع التعليم والتطوير ده، ان الناس تساعد على نجاح. لو انا عايز بس كل واحد قبل ما النبي لما تقرا حاجه على الفيسبوك وتشيرها او تعملها لايك او 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 تخش تحط ايد بصمتك انت الاخر تقول اذا ما كنتش عارف حاجه انت مش عارفها ما تشيرهاش ما تنشرهاش. انما لازم نبقى عارفين ان في حاجات كتيره بتتعمل انت عندك جهاز عدائي رهيب جدا، مجموعه اجهزه مخابرات شغاله بيه لغايه النهارده علينا. خدت بالك بتشوفها؟ هو الهريه اللي بتطلع في الفيسبوك مين اللي عملها؟ دي جايه من بره، يحط لك حاجه والناس تشتغل وكله هو مشي بقى وخلاص، وانت طول النهار الناس بتشتم في بعضها. طب يا جماعه لا، بلدنا ماشيه في حاجات كتير والناس اللي عماله تتكلم بينكروا ده. ما فيش حاجه اتعملت في مصر خالص، ما فيش حاجه من يوم ما فيش حاجه اتعملت البلد دي، ما حدش عمل فيها حاجه خالص، لا في الامن ولا في الامان. يا راجل ده احنا لما تنسيت لما كنا في المدينه دي متحصره، لما كانوا مدينه الانتاج طبعا مهازل كانت في نسيت لما كنت بتمشي تلاقي الجنه توقف في كل حته اي حد كان ده نسينا ده. لا فتره عاشها كل المصريين طبعا، فتره في بالغه السوق يعني لا شيء رائع كل فاكر المرحله دي يعني. حتى من يتفق او يختلف مع اي راي او مع الحاجات اللي حضرتك بتطرحها دلوقتي واصحاب وجهات النظر المختلفه مش ممكن ينكروا واقع كان بالغ الخطوره مرينا بيه في وقت فات. حضرتك بتشير له طبعا كل عشره. لا في حاجات كثيره بتتعمل، في حاجات لا التعليم بيتعمل لا، وفي الصحه في حاجات كثير. وانا بدعو النهارده يعني انا اتمنى حتى لو يعني يا مبادرات تتعمل الحاجات دي كلها. تخيل انت النهارده لو في حد النهارده في مستشفى، يعني احنا عندنا مستشفيات الحكوميه بنعاني منها، المستشفيات دي في غيبوبه من سنين. عندك دلوقتي اضطر وزاره الصحه بترجع الناس اللي كانت في المحاشات ترجعهم عشان عندك قليل، بيقدموا سالتهم. ما هو الدكتور ما يقعدش طول عمره يذاكر ويتنقق وكليه قمه ومش عارف ايه يطلع 5 جنيه في الشهر، ما ينفعش كمان. انا محتاج، هل احنا نقدر نعمل النهارده نموذج لحاجه يعني لحاجه؟ وانا عندي اقتراح هنا قلته قبل كده بس ما حدش سال فيه، يمكن لما نقوله الدور ده حد ياخد بيه. وانا بقوله للسيد الدكتور محمد معيط وزير الماليه. وانا الاقتراح ده مش اقتراح انا ومش فكرتي انا، دي كان فكره محاسب ايمن محمد، انا اسف جدا يعني، هو الله يرحمه رحمه الله عليه. دكتور كان هو محاسب شاب، بعت لي فكره واستضفته في حلقه كان اللي هي كسر الجنيه. ايه كسر الجنيه؟ احنا في كل معاملاتنا الشرائيه
بيبقى فيه كسر الجنيه. يعني انت اشتريت حاجه ب 50 جنيه و20 قرش لا هنخليهم 51 جنيه يبقى فيه 80 قرش. انت طبيعه الامور اغلب الوقت ما بتاخدهمش. كسر الجنيه ده لما تحطه بقى في فواتير الكهرباء والغاز والميه وفي الاكل وفي السينما في اي حاجه بتطلع بفاتوره بيعمل 4 مليار في الشهر اسر الكلام في الشهر وفلوس ايه كاش يعني مش على الاجل لا ده على كاش تقبض اخر شهر بتقبض بتبقى فيه فلوس. انا عندي 35 مليون عداد كهرباء يعني 35 مليون كسر جنيه اضربه في المتوسط ال 50 قرش اضرب 35 مليون في 50 قرش هيبقى 17.5 مليون جنيه ده حدوته لوحده. هو الغاز بقى وغيره من القطاعات ان معاملات المواطن مش هيتضرر منها بس ممكن تعمل فرق كبير لما تروح للبنوك بقى تعمل كسر تعمله كسر 10 جنيه ما عدا المعاشات انما في التعاملات يعني تبقى دام دخلت بنك والصندوق ده او لو تم التوافق على الفكره دي مجتمعيا الدوله هتوجهها ايه دوله تعمله لو انا عملت ده للتعليم مثلا على قد عادي يعملوا ما زي ما يعملوا انا مش عارف والصحه انا النهارده يعني لو انا خدت 2 مليار للتعليم و2 مليار للصحه و2 مليار للتعليم دولت ادخلهم في حضرتك بتتكلم في الشهر يعني بتتكلم يعني في 24 مليار للتعليم و24 مليار للصحه يعني انا بقى ال2 مليار دولت انا احطهم ضخ اساعد بيهم في رفع ما هو ما ينفعش كمان المعلم ما الدولة الحكومة ما أولا بزين التعليم دلوقتي داخلة في 50 مليار في الشهر أنا ما أعرفش هي قد إيه حقيقة إنما كانت من 7-8 سنين 21 أنا لو دخلتهم لمرتبات المدرسين أرفع بيها إنما بالنسبة للمستشفيات لما سألت أنا من قعدت أذاكر في الموضوع ده قلت المستشفى لو أنا بحدث مستشفى هيبقى فيها جميع الأجهزة الأشعات والحاجات اللي هي أحدث ما وصل إليه العالم يعني تقدر تحدث المستشفى كلها بالأجهزة بالسرير بـ 100 مليون خلاص المستشفى دي فيها عدد من الأطباء وكلام هستكمل وأعمل لهم نظام آخر للمرتبات ياخد بقى زي الدكتور محمد غنيم ربنا يديله الصحة والعافية ما كان عامل في مركز الكلى عمل مركز عالمي دلوقتي المنصورة دلوقتي مصنفة بلد مصنفة في قلعة الطب في الكلى والحاجات دي كلها بس كان إيه اللي داخل بيشتغل معاه اللي دخلهم بقى الإدارة هنا بقى خلاص انت العياده ولا ما انت عايز كام 10 روبل هتاخد ده بس انت قاعد معايا 24 انت معايا انا اعمل ده في المستشفيات الدولة واقدر اصرف من ال... من من يعني انا ما انا اول مره هشتري اجهزه وخلاص المستلزمات الدواء والكلام ده كله احنا خلال 3 اشهر 4 اشهر يبقى عندك في كل محافظه مستشفى ده وبالعكس المستشفى ده هيعالج مجانا 100% لان هعمل له مبلغ. عارف حضرتك كلامك بيفكرني بواقعة قريب من شهور في مستشفى حكومي جهاز من افضل اجهزه الاشعه في مصر واغلى من اجهزه موجوده في مستشفيات خاصه كتير كانوا بيقولوا للناس ما عندناش وكان الجهاز فاكرينه معطل وكان الفنيين حاطين فيه للاسف في الجهاز ورق السندوتشات بتاعه الفول والطعميه طلبوا لجنه طبيه طلبت لجنه من الوزاره تنزل تعمل تفتيش وتشوف صلاحيه الجهاز جهاز جديد مقفول ما كانش مستغل وصينوه والمركز ده اشتغل وبدا يدخل دخل للدوله ويوفر الخدمه دي للمواطن بسعر قليل وكانت الحكايه كلها ان في اهمال بس ان الناس مش عايزه تشتغل انا دلوقتي ده مثال بس مثال انا عشان مستشفيات الدوله تقول انا اقصد اقول فيه نقدر نجيب فلوس على فكره بقى كسر الجنيه كارفور وغيره بيعمله للجمعيات الجمعيات بتاعت الخيريه دي بيروحوا هناك ويقولوا لهم دي يا ريت اللي بنا الكسر ده فيقول له وانت حضرتك بتحاسب بيقول لك ممكن حضرتك الكسر في كسر الجنيه ده نديه لنوعيه كذا يقول طب ما دام بتعمل بالدوله تاخد ده لا في وسائل نقدر نعمل بيها حضرتك بتقول المجتمع بس نفس فكره اللي حضرتك شفتها في مجتمع النادي الاهلي لما حضرتك قلت لو استجابوا للمبادره اللي حضرتك طرحتها بوجود صندوق داعم للمشروعات وللتنميه في مصر سواء داخل او خارج النادي من مجتمع النادي الاهلي قلت حضرتك مع اعضاء النادي الاهلي في مبلغ ضئيل جدا ده ممكن يعمل فرق كبير ودور وبصمه لمجتمع النادي الاهلي المكسب الحقيقي ان انا طلعت الطفل الصغير والشاب اللي طلعته اللي هو عنده ان هو هيفهم ان انا وانت وهو هو يدورنا في المجتمع اهم لان الدوله لوحدها ما تقدرش تعمل اي حاجه. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار ابقوا معنا. مش
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. في اهلا بحضرتك مره ثانيه استاذ ابراهيم، ولازم ننوه للساده المشاهدين اننا بالاتفاق طبعا برؤيه استاذ ابراهيم حجازي ومقترحاته الجميله مع فريق العمل واسره الاداره واسره فريق برنامج الاهلي الليله، وضعنا بعض التصور لفقرات هتكون ثابته معنا بدءا من اليوم ومرورا بحلقاتنا القادمه ان شاء الله وبشكل اسبوعي كل يوم احد في هذا اللقاء مع الاستاذ ابراهيم حجازي. عندنا فقرتين هيكونوا مسابقات، بيتم اختيار صوره وبنعرضها على الشاشه لحضراتكم، سواء من حدث كان مشارك فيه قطاع كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي في اي مسابقه بياخدها النادي الاهلي، سواء في ملعب من ملاعب كره القدم او في الصالات المغلقه زي كره السله او كره اليد او اي رياضه اخرى. وبنختار صوره، بنثبت الكادر على صاحب الصوره وبيكون هو الفائز في مسابقه من المسابقتين، وبنتواصل معاه ان شاء الله من خلال صفحه النادي، وبيرسل على صفحه النادي بدءا من الاسبوع القادم هيكون معانا كمان فرصه للمشاركه هاتفيا على الهواء مباشره من صاحب الصوره اللي بتقع عليه عمليه الاختيار، وبيفوز بجائزه، كل واحد منهم بيفوز اسبوعيا بجائزه ماليه قيمتها 1000 جنيه، فضلا عن كمان مسابقه او فقره من البوم فلان اللي بيحكي لنا فيها واحد من نجوم الرياضه او نجوم كره القدم والنادي الاهلي سابقا ذكرياته مع صوره او لقطه من اللقطات اللي مش ممكن ينساها، وبتجمعه مع بعض المقربين اليه او بتربطه بحادث من الاحداث الرياضيه اللي طبعا بتعتبر علامات في تاريخه الرياضي. استاذ ابراهيم خلينا نبدا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بمسابقه من المسابقتين. مش عارف زميلنا العزيز الصديق احمد البرجاوي هيبدا بالجمعيه العموميه في النادي الاهلي واللي اجريت يوم 28 من سبتمبر الماضي. تعليق حضرتك على التجربه دي وعلى الحدث الخاص بلائحه النظام الاساسي. انا عايز اقول الحدث ده يعني غير مسبوق في تاريخ الاهلي، لان كانت اللائحه وفكره احساس الناس، وعجبني جدا مجلس اداره النادي الاهلي لما عمل طرح الموضوع اللائحه دي على مدى شهر للنقاش. فانا هنا الجمعيه العموميه، احنا الصوره ثابته قدام حضرتك الاول، انت اخترت الصوره دي، انت ممكن تكبر اكتر من كده يا برجاوي؟ هو الصورة كده قدامنا على الشاشة، وصاحب الصورة اللي فاز بهذه الجائزة وهو بيصور نفسه في لقطة، بيصور صورة سيلفي مع كابتن محمود الخطيب. خليها لغاية بس يعني كلمة. صاحب الصورة معانا على الشاشة وهو دلوقتي هيتواصل معانا وهيرسل رسالة انه صاحب الصورة اللي أذيعت في برنامج الأهلي ليلة بتاريخ اليوم، وهو كان مشارك في الجمعية العمومية الخاصة بلائحة النظام الأساسي يوم 28 من سبتمبر الماضي. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. عايز أقول إن الإيفنت ده أو الاختراع ده كان الجمعية العمومية على فكرة بتقترع على حاجة هي عملتها، لأن دي الأول مرة على أنت بتعمل اللائحة بتاعتك، بتعمل القانون بتاعك، بتعمل أي حاجة عندك. فأنت النهاردة بدل ما تعمل حاجة وتعرض عليهم كلام، أنت خليتهم الأول مرة أنك أنت تجيب الناس ديت اللي صاحبة الحاجة ده أن هم يجوا يتناقشوا لمدى شهر، ودي تجربة هايلة. يا ريت نعممها في كل حاجة، يا ريت نعمم ده في كل حاجة، لأننا نقرا ونناقش ونقول رأينا نعمل حوار حقيقي، نبقى شركاء في كل قرار. أيوة حوار حقيقي في الكلام في, 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 في أي شيء. وأصل يعني زي ما بيقولوا يعني ما فيش حاجة يعني احنا بنتحاور بنتحاور نختلف نتفق، انما احنا في الاول وفي الاخر مصريين يعني، وفي الاول وفي الاخر بس نختلف ونناقش الامور مش نتخانق. يعني عايزين شكل حوار متحضر بين الناس. انا عجبني في الحوار اللي عملوه الجمعيه العموميه، وناس قدمت حاجات واتلغت حاجات وعملوا ده شيء رائع جدا عمله مجلس اداره الاهلي في غير مسبوق في تاريخ الرياضه المصريه. ودي اللقطه دي من الصوره ديت، ويمكن لساعه الانتخابات بقى، وكان طبعا اقبال هائل جدا فانا عايز اقول يا ريت في كل حاجه نعمل ده، ويا ريت، لان في الاول وفي الاخر هو مين صاحب النادي ده؟ ما هو الجمعيه العموميه. وهم طبعا لقطه فيها حفاوه الاعضاء وهم بيحتفوا بوجود طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، والسعاده على وجه طبعا صاحب الحظ في الفوز بالمسابقه. انا للاسف مش عارف طبعا الاسم، ولسه هنتعرف عليه من خلال رساله هننتظر انه يرسلها على صفحه قناه النادي الاهلي، الصفحه الرسميه للقناه، والعنوان قدامنا، عنوان الصفحه موجود على الشاشه، بيتواصل معانا صاحب الصوره وهو طبعا سعيد باللقطه اللي بياخدها بتذكره بهذا اليوم وهذا الحدث البارز زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي في تاريخ الرياضه وفي تاريخ النادي الاهلي، ومع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. طبعا علشان بس عايز اقول، حد يقول لك يا عاملين مسابقه 1000 جنيه، الفكره كلها هي مساله رمزيه، يعني هي مساله رمزيه لحاجات كتير، ان الناس تقول يعني القيمه الماليه ضعيفه، يعني المساله المساله يعني هي المساله كلها هي مساله رمزيه، هي مساله
ويعني تفكير حضرتك في انك تربط كمان اعضاء النادي والمشاهدين بالقناه تواجدهم في الاحداث المهمه والتفافهم حول الفريق. ده الموضوع يعني ده الموضوع لغايه ما يبقى في حاجه ثانيه، انما في الاول وفي الاخر احنا بدانا اول حاجه للحوار مع اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء النادي الاهلي في فكره ان هم يبقى لهم دور واتقال افكار حلوه، انما احنا لا هننزل بقى يعني في لان احنا برضو من الحاجات الجديده اللي انا عايز اقول عليها واللي احنا اتفقنا عليها ان احنا هنقدم ثلاث حلقات من الاستوديو من هنا وحلقه من مقر النادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله يا رب كده يسهل من الشيخ زايد اول حلقه اللي هتبقى الحلقه اعتقد اللي هتبقى اللي جايه من الشيخ زايد. هنرتب ده طبعا بالتاكيد مع اداره القناه والجوانب الفنيه والتجهيزات، لان هنبدا يعني زي ما قال الاستاذ ابراهيم ان في مقترح استاذ ابراهيم كمان بالتنسيق مع اداره القناه طلب انه يكون في كل شهر حلقه، كل ثلاث حلقات رابع حلقه تكون من داخل مقر من مقرات النادي الاهلي سواء في الجزيره او في مدينه نصر او الشيخ زايد، يعني ده اتفق عليه ولسه في كمان ان شاء الله تفكير في كيفيه تطوير الفقرات دي طول الوقت. استاذ ابراهيم حريص جدا وبيتحاور معانا على مدار الاسبوع كله انه يقترب اكثر من اعضاء من مشاهدي القناه واعضاء الجمعيه العمومية وكل محبي النادي الأهلي والملتفين حول شاشة قناة الأهلي، فده الشغل الشاغل لينا في الفترة دي مع أستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم المسابقة الثانية يعني بس تأكيدا على النقطة اللي فاتت، حضرتك بتطلب إنه في المجتمع المصري مش بس في الأمور الرياضية يبقى في حوار مجتمعي حقيقي ومثمر حول كل شيء، نغير من طريقتنا نفكر بشكل إيجابي بقى، نتناقش مع بعض وأكيد النقاش هيوصلنا بس نقبل اختلافنا في وجهة النظر، نختلف ونتفق وإحنا شركاء في قضية واحدة كلنا. خلي بالك إن النقطة دي كانوا بيهدوا فيها بقالهم فترة كبيرة، فكرة ان نحول اي نقاش او حوار الى خناقة، لدرجة ان كان في برامج بتتعمل عشان تعمل ده في التوك شو والحاجات دي كلها، والحاجات دي كانت السينما قعدت فترة طويلة على مدى 15 سنة او اكتر يمكن 20 سنة ان هي عايزة ترسي ان مفيش حاجة اسمها حوار، بتختلف معايا تخك على طول يعني الفكرة كده. لما باخد بقى طفل صغير 5-6 سنين لغايه ما يوصل 20-22 سنة سنين طويله برسخ المفهوم ده، هو ده اللي اتعمل. طيب خلينا نشوف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين الصوره الثانيه المسابقه الثانيه، لان كمان برجاوي جاهز بيها دلوقتي مسابقه من يوم 9 فبراير. حضرتك تفضل عايز تشير الى اي نقطه قبل ما نشوف اللقطه الثانيه من مباراه السله؟ مش نخليها قدام شويه كده. طيب خلينا نتكلم عن موضوع كمان قبل ما نصل للمسابقه الثانيه، في قضيه من القضايا عندنا كمان فكره او فقره البوم من البوم فلان، والفقره دي اللي حضرتك حابب منها نتذكر مع الساده المشاهدين حاجات كتير قوي حضرتك شايفها قيمه جدا في تاريخ الرياضه وكره القدم المصريه. انت عارف ديت وفي فقره ثانيه مش هنخليها الاسبوع الجاي ان شاء الله. دي مهمة جدا انك انت بتتذكر، هتبقى قرايه جديده في احداث قديمه. واحنا ضفنا البوم يعني واحد من نجوم النادي الاهلي، وعايز بس مع الكابتن محمود صالح، وعايز بس اقول ان الكابتن محمود صالح ليس مجرد انه لاعب كره او نجم كره، انما من يعني انا عايشت عدد كبير جدا من نجوم الكره في مصر كلها. من اكتر الناس انك انت بتحس فيه يعني هو محمود من اسوان، تحس فيه الاصاله والهدوء والرجوله محمود صالح ده حاجه جميله جدا على فكره جدا، ودغري وطيب شخصيه فيها صراحه والعازف عن الظهور في اي مكان والكلام ده كله. يمكن زميلنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم لما عمل الصوره دي من البوم فلان، وانا شايفه انه اختيار موفق جدا ان هو يبدا من النقطه دي. هم عرضوا الصوره لحضرتك على الشاشه من البوم فلان، وده صوره من ذكريات الكابتن محمود صالح. خلينا نتذكر اللقطه دي يا استاذ ابراهيم. هو فين الكابتن محمود؟ الكابتن محمود هيكون معانا خلال لحظات على الهاتف، ولكن اللقطه كانت بتجمعه مع الكابتن الخطيب والراحل الكبير الكابتن ثابت البطل، والصوره في السودان بعد اداء مباراه الذهاب في نهائي البطولة الأفريقية عام 1987 أمام الهلال السوداني. وبيأكد زميلنا العزيز عبد الحكيم أبو علم بيقول لنا أنه هيكون معانا دلوقتي على الهاتف خلال لحظات كابتن محمود صالح. الذكريات أو الصور الفوتوغرافية دي جزء من ذاكرة الرياضة المصرية، جزء مهم جدا يا أستاذ إبراهيم. هي جزء مهم. معانا كمان طيب. كابتن محمود اتفضل يا أستاذ إبراهيم لو حابب. هو جزء مهم جدا للأسف أخفى الإعلام، لأن إحنا ما كانش عندنا مجلات مصورة لغاية سنة 90 لغاية الأهرام الرياضي ما ظهرت. والصورة دايما في البرنان الجريدة اليومية بتبقى حظها قليل، البرنان بيبقى بيهتم جدا بالمادة التحريرية أكتر من الصورة عشان مساحته غير ما تطلع مجلة، فالصور اللي بتحمل الذكريات واللي ممكن فيها حكايات واللي اتقال الكلام ده كله يعني اتهدر. احنا الاستاذ برجاوي والاستاذ عبد الحكيم بلغوني ان معانا الكابتن محمود صالح دلوقتي وجاهز وبيسمع حضرتك. كابتن محمود مساء الخير.
اهلا بيك. ومعانا في الاستوديو الكابتن الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، وسعداء بمشاركتك معانا لاول مره واحنا بنستعرض ذاكره الرياضه المصريه وصور من البومات نجوم كبار في تاريخ الكوره وفي تاريخ النادي الاهلي والرياضه المصريه. مساء الخير يا كابتن محمود. ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. البتاع طبعا متابع البرنامج بتاع حضرتك من الاول، وحضرتك منور استاذ محمد منور. ربنا يخليك يا كابتن محمود. طيب انت خليك بقى منور معانا، اوعى يكون الزهايمر لحقك، لان الصوره دي بقى لها كام سنه يا محمود. لا الصوره دي في مطار الخرطوم يا كابتن. ايه الحكايه بقى بتاعتها؟ قول لي، احكي لي كده. كنت رايحين فين وجايين منين؟ قول لي كده. دي كانت في مطار الخرطوم، وكنا لعبنا مباراه الذهاب في كاس دوري الابطال افريقيا سنه 87. وبعدين انت بتروح فين يا محمود؟ اتعادلنا احنا في المباراه الاولى، مباراه الذهاب 0-0، فوزنا 2-0 في مباراه العوده واخدنا البطوله. طب لا خاطري والنبي ما تهدي التلفزيون شويه عشان تبقى معانا، عشان تبقى سمعنا بوضوح. يعني لا اصل الصوت يعني. في صوت اسرع من الصوت، فدي مشكله. لا احنا عايزين بس حضرتك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. اسمعني من التليفون مش من التلفزيون، لان لو من التلفزيون هتتاخر شويه. تمام ماشي. قول لي، كان هناك تعادلتوا 0-0 ولقينا هنا المشي ده كسبناه 2-0. قول يا محمود، عايز اسالك على حاجه هنا في النقطه دي. احنا عندنا عاده، يعني يا رب يقطعها بقى العاده ديت، حكايه ان احنا نطلع بره نبقى ايه، يعني اقصى امانينا ان احنا نتعادل. خدت بالك؟ ايه رايك انت ايه في الموضوع ده؟ انا يعني طلعنا اشعاعات كتير، يقول لك الحر والاكسجين والاسودة والحاجات دي كلها، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ هي يمكن في المباريات الخارجيه يا ابراهيم، ده يمكن كان اكبر مشكله بالنسبه لنا مستوى التحكيم. كان دايما يعني بيبقى في مشاكل في التحكيم. اعتقد دي يعني مع المتابعه والبطوله كلها بتبقى يعني على الهواء كله شايفه كويس، والمسؤولين كلها الاتحاد الافريقي مثلا بطوله على مستوى القاره، فدي اعتقد دي مشكله يمكن زالت. اعتقد يمكن ممكن برضو موضوع الملاعب اتحسنت كتير. انا بتكلم على فتره الثمانينات اللي احنا كنا بنلعب فيها حضرتك، كان عدى اكثر من 30 سنه دلوقتي. الملاعب برضو اعتقد اتحسنت كتير، اصبح يعني امكانيه ان الفرص بتبقى متساويه بقى، يعني التحكيم ما فيهوش مشاكل، الملعب كويس، بقى في حاجات كتير. يعني النقاط اللي هي كانت بتمثل اعاقه لينا او بتمثل لنا مشكله، الحقيقه يمكن دلوقتي زالت يعني بشكل كبير. فاعتقد اللعب دلوقتي يمكن الظروف اتغيرت حضرتك. المشكله الكبيره كمان اللي كانت تواجهنا زمان حضرتك، لو حضرتك طبعا كنا يعني كنا محظوظين ان حضرتك تكون معانا مشاركنا دايما في السفارات الافريقيه ديت. مستوى الفرق الحقيقه كان مستوى قوي جدا. ما كانش في احتراف مفتوح، وكل الانديه واللاعيبه الدوليين موجودين في البلد وبيلعبوا في الفرق الكبيره. كوتوكو، في منتخب غانا، مش عارف تانو اليوندي، منتخب الكاميرون. فبعتقد دي برضو مشكله كانت بتواجهنا، اعتقد ذلك يعني يمكن عندنا فرص كويسه ممكن نحقق نتائج كبيره، مش في ملعبنا بس، ممكن حتى في المباريات الخارجيه. طيب قول لي يا كابتن يعني قول لي بقى يا كابتن محمود، الصوره ديت بالذات كان الكابتن خطيب بيتكلم وانت مركز معايا، لو بقى لا تفتكر بقى ايه اللي كنت بتكلمه في ايه؟ هو كان بيتكلم معايا على مباراه العوده يعني. انا متذكر يعني على الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي عندنا فرصه كويسه والتعادل كويس وعلى فكره الكابتن محمود الخطيب كان لعب معانا مباراه العوده، كان دي اخر مباراه يلعبها لو حضرتك تتذكر. مباراه العوده كانت المباراه الرسميه الاخيره للكابتن محمود، حوالي ثلث ساعه من افضل فترات حياته الحقيقه. الماتش الثاني ده اللي كان في القاهره، ده الماتش الثاني بتاع الهلال السوداني في القاهره، في استاد القاهره. ولو في وقت ولا حاجه يكون يبقى عندنا فرصه نشوف جزء من المباراه ديت بعد ما الكابتن خطيب يعني اشترك في المباراه، يا ريت يعني. ان شاء الله نستعرض جزء من المباراه. اسالك على سؤال ثاني. اتفضل. انت طبعا كنت بتلعب يعني انت قاعد جنب كابتن ثابت رحمه الله عليه، وكنت قدامه على طول، انت لعبت قدام كابتن ثابت والكابتن اكرامي. وكابتن شوبير برضه. وكابتن شوبير. طب قول لي بقى كده، يعني ايه يعني انت في اختلافات اكيد ما بين اكرامي وثابت وشوبير، مين عصبي ومين كذا ومين ايه اللي احكي لي كده يعني. هو اتكلم مع كابتن ثابت يعني ممكن اتكلم شويه. كابتن ثابت الله يرحمه يعني. الله يرحمه.
كابتن سامي الحقيقه انا كنت يعني من المقربين ليا وانا كنت مقرب ليه يعني كان في علاقه كويسه بينهم من بعض الحقيقه. ويعني اذا اتكلمت على كابتن ثابت يعني على يعني سماته الشخصيه اللي كلنا نتفق عليها يعني كابتن ثابت كان يعني كلمه الرجوله دي يعني بكل معانيها يعني موجوده عنده الشهامه الاخلاص حقيقه حبه للنادي واخلاصه وحبه لزمايله الحقيقه. معلش دايما بجيب سيره كابتن ثابت دايما بتاثر شويه لان هو كان شخص عزيز عليا الحقيقه يعني. الله يرحمه. المستوى الفني متقارب طبعا كان كابتن ثابت وكابتن اكرامي بس انا الحقيقه يمكن ما بتشوف المباراه القديمه كنت بحكم على شوبير ان هو اقل منهم حقيقه. لا شوبير كان معاهم في نفس المستوى وقريب منهم الحقيقه. حسيت بده بعد مع طبيعه الماتشات القديمه اللي انا بتفرج عليها. لا طب انتوا دايما 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 بيبقى لازم بيبقى بتتكلموا مع بعض يعني لازم الرون يكون بيتكلم معاك تحديدا هو اللي شايف الملعب ورا طبعا. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا من خلال متابعتي لماتشات النادي الاهلي الحقيقه مفيش حوار في الملعب بين اللعيبه وبعضها. احنا كنا دايما نواجه بعض حد الحارس في الخلف يوجهني وانا مع لعيبه خط الوسط مجدي عبد الغني علاء اي حد سامع عربي ايا كان يعني بنوجهه وبنتكلم مع بعض وانا بشوف انه واقف فين ونوجه زميلي وفي تركيز وفي حوار في الملعب. دي انا للاسف دي مش موجوده دلوقتي بشكل كويس. مش دي نقطه مهمه جدا هتاثر كتير في النتائج وفي اداء الفريق. النقطه الثانيه برضو احنا كنا محظوظين يا ابراهيم بيه واستاذ محمد معاك يا كابتن محمد مع بداياتنا كان في شخصيات قياديه الحقيقه يعني انا بلعب ورايا مثلا الكابتن اكرامي الكابتن ثابت وهنا في نص الملعب في مثلا مجدي عبد الغني المختار مع احتفاظ بالالقاب كابتن الخطيب قدام الكابتن مصطفى عبد الحق كان في شخصيات قياديه الحقيقه ساعدتنا كتير ان احنا توجيهاتهم في الملعب بتفرق مع الفريق كله في فترات قليله تواجدنا مع الفرقه وكان لنا دوره كبير من اول فتره لعبنا فيها الحقيقه. طيب كابتن محمود يعني التنسيق بين الحارس وبين خط دفاع وتوجيهه لهم خصوصا لو هو من اصحاب الخبرات الكبيره امر بيفرق جدا مع الفريق. طبعا اللعيب مش هيقدر مركز 90 دقيقة يعني. هرجع لتحديات قوة الذاكرة اللي أشار لها أستاذ إبراهيم بسؤال أخير قبل ما نختتم معاك المداخلة الجميلة والاتصال الجميل يا كابتن محمود. فاكر تشكيل الفريق ولا نفكرك بتشكيل الفريق في المباراة دي؟ مين تاني كان معاكم في التشكيل اللي ابتدى المباراة دي؟ ده فكرت أكيد سؤال صعب إحنا لا ده كويس كابتن أحمد شوبير وربيع مع حفظ الألقاب للجميع كابتن ربيع كان بيلعب وسط مدافع تقريبا حمدي أبو راضي مظبوط كابتن ربيع ياسين كابتن حمدي أبو راضي ربيع أيمن شوقي طاهر أبو زيد طب ده ما شاء الله ذاكرة زي الفل يا كابتن محمود ما شاء الله ما شاء الله هقول لك التشكيل كله كمان طاهر أبو زيد كابتن أنور سلامة كابتن أنور سلامة مدير فني إبراهيم حسن صح مظبوط مظبوط هقول لك التشكيل كله زي ما هو موجود قدامنا اعدوا فريق الاعداد فكرنا كمان تشكيل المباراه دي يا كابتن محمود كابتن انور سلامه مدير فني واعتمد التشكيل ده مع حفظ الالقاب للجميع طبعا احمد شوبير ابراهيم حسن حماده صدقي محمود صالح ربيع ياسين حمدي ابو راضي علاء ميهوب بدر رجب طاهر ابو زيد ايمن شوقي وحسام حسن وغاب ضياء السيد واسامة عرابي للاصابه ومجدي عبد الغني للايقاف لمده عام افريقيا في هذا التوقيت كله مظبوط المعلومات اللي قلناها سليمه تمام يا كابتن محمود يعني انا كنت بتكلم على انك انت من الناس اللي ينظر ولدهم الحقيقه يعني بسم الله ما شاء الله على الله يخليك ده اعتز بيها يعني بس انت بس انت بقى كده طلعت يعني انا وكده ويمكن عايز تثبت لنا انك انت يعني مش الزهايمر متاخر لا ده انت عندك زهايمر متاخر خالص ده انت مش فاكر حمدي ابو راضي اللي جنبك اللي انت لا افتكر اسماء يا زلمه افتكر اربع او خمس اسماء على الاقل شكرا يا كابتن محمود شرفتنا وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار ده اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والكره المصريه السابق الصوره دي بقى فيها حاجه هو بذكر الكابتن محمود الخطيب انا ما اعرفش استاذ برجاوي يعني معانا الماتش بتاع السودان اللي فيه ولا هناخد ماتش اعتزال بمناسبه اعتزال الكابتن الخطيب في هنا نقطه النهارده يا محمد ان الكابتن الخطيب في اعتزاله هيورينا برجاوي الكلمه اللي قالها والنهارده تحديدا كانت جامعه المنصوره تكرم الكابتن الخطيب تكرم الرموز وال يعني شخصيات الكبيره جدا انجبتهم الاهليه ومنهم الكابتن محمود الخطيب وكان دكتور مفيد ويعني مجموعه من الاسماء كثيره انما في جمله معينه
كانت مشتركة عمرها دلوقتي 31 سنة في اللي هنشوفها دلوقتي واتقالت النهاردة في المنصورة. هنشوف ديت ونشوف ديت. بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي انا اتربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا. الف شكر، الف شكر، الف شكر، الف شكر. الحب والجماهيريه الكبيره للكابتن محمود الخطيب ولكل موهبه حقيقيه او نجم من النجوم الحقيقيين اللي لهم اسهامات كبيره في تاريخ الرياضه المصريه. كابتن ابراهيم، بفتكر دلوقتي المشاهد اللي كتير من اصحابنا الزملكاويه يعني اللي بيقولوا احنا بنشجع الزمالك بلا حدود. كنا موجودين في الاستاد يوم تكريم الكابتن الخطيب واعتزاله، وقالوا ان هم من الناس اللي بكت وقت اعتزال الكابتن الخطيب لحبهم لموهبته الكبيره. دي الرياضه ودي طبيعه الرياضه وحلاوه الرياضه المصريه. شوف لما كانت الامور قبل ما يفككوا في صواميل مصر، تعال نشوف مثلا طه بصري رحمه الله عليه، شوفوا قد ايه محبوب من كل انديه مصر. كابتن علي ابو دريشه ربنا يديله الصحه والعافيه، كابتن حسن شحاته، في اسماء ورموز لا يختلف عليها. كابتن حمد امام، ان انا عايز اقول هو ده الطبيعي وده المنطقي. انتمي وانبسط واضحك وهزر وعاكس لما تبقى انت كسبان وهو ده كله في الاطار. بس ده احنا في الاخر، ما انت ممكن تبقى انت اهلاوي واخوك زملكاوي، احنا عاملين حكايه ليه؟ واصلا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، لان هيفكرني لما الناس اللي تتكلم يقولوا مسلم ومسيحي. يعني ما فيش حدا لا مسلم ولا مسيحي، في احنا مصري، في انا مصري وانت مصري، كلنا الدين لله، انتمائك الدين. يعني ما فيش اي تصنيف. انت بتشجع ايه؟ ده بتشجع ده على دماغي من فوق، بس في الاخر احنا مصريين. مصريين. النهارده كان في جامعه المنصوره. جامعه المنصوره. وما تورينا يا عم برداوي. جاهزين، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده الحضور، اخواتنا وشبابنا، الحقيقه انا اقول كلمتين بقى عشان النهارده من الايام اللي هي ايام سعيده جدا في حياتي، وانا جاي في السكه طول الطريق حاسس براحه نفسيه كبيره جدا، حاسس ان انا جاي بلدي، جاي البلد اللي اتولد فيها ابويا وامي الله يرحمهم ويرحم امواتنا جميعا. لما شفت المظاهر الحفاوه ديت والتكريم ده، تذكرت أبويا وأمي وكل أفراد القرية الصغيرة اللي أنا موجود فيها، وحاسس إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنا يكون ليا اسم شهرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يزيد هذا الأمر ويحفظه من الزوال. عايز بس أقول لشبابنا، كل واحد فيكم يقدر يحقق ذاته، كل واحد فيكم يقدر يحقق أحلامه. اجتهد، اشتغل، خليك قريب من الرب سبحانه وتعالى، بإذن الله كل أحلامك تتحقق. أنا الحقيقة فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء هذه المحافظة. قد كده كانت ليا أو كانت ليها دور كبير جدا في نشأتي، ودور كبير جدا في أسلوب حياتي كله، اسلوب اللي انا شفته من اهلي كلهم. اعتقد ان انا ماشي عليه لغايه دلوقتي الحمد لله. كل اللي انا اتمناه ان انا اكون واحد من ضمن يعني علماء ودكاتره وفنانين ومثقفين، اكون واحد من ضمن ابناء هذه المحافظه. ده فخر كبير جدا ليا. بشكركم تاني جدا على الحفاوه اللي انا شفتها، بشكر كل واحد في حضراتكم، وان شاء الله نجتمع دايما على خير باذن الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كابتن محمود الخطيب وهو يعود ليكرم وهو نجم النجوم وواحد من أبرز النجوم في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، ومن أغلى أكيد اللحظات زي ما قال كابتن الخطيب على أي إنسان أنه يرجع لمجتمعه، ذكريات الطفولة، نشأته، كل الأمور اللي بيبدأ بيها بمنتهى النقاء والبساطة حياته، هذا المكان بيكون له بعد تاني ويعني حلاوة و جمال مختلف عن أي مجتمع تاني عاش فيه أو نجح فيه أو قضى فيه فترة من حياته. عشان كده أكيد التكريم ده الواقع خاص على كابتن محمود الخطيب بشكل خاص ومختلف عن كل التكريمات السابقة، وزي ما قال أستاذنا الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي إنه في نجوم ورموز لابد أن نتكاتف على تقديرها وحبها والعرفان بمكانتها في الرياضة المصرية، ومنهم بالتأكيد كابتن محمود الخطيب وأسماء أخرى كثيرة سواء بينا أو رحلوا عن عالمنا زي ما حضرتك قلت يا أستاذ إبراهيم. هو في يعني فكره ان يكون هناك تكريم، انا بحيي جامعه المنصوره والسيد رئيس الجامعه وبحيي السيد محافظ المنصوره، بحييهم على الفكره دي، لان فكره ان يكون هناك تكريم، فكره ان يكون هناك اعتراف. النهارده كان في نخبه تقدر تشوفهم تقول لهم النهارده اللي كانوا موجودين النهارده في التكريم ده، من يعني كان موجود النهارده رئيس الجامعة دكتور أشرف عباسط، الدكتور المحافظ دكتور كمال جاد شاروبيم، إنما كان فيه موجود الدكتور رضا سيد عميد كلية آداب رئيس اللجنة المنظمة، إنما الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم الأسبق، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق. يعني أنا عايز أقول كان موجود، وفي بقى من الأزهر وفي علماء وفي ناس كتير جدا، يمكن دول اللي كانوا موجودين أو دول. فكرة أن تكون لك تكريم، لأن هي الفكرة ديت لازم نرسخ في أذهان شبابنا، ولازم أطفالنا يفهموا أن اللي المجيدين والناس اللي تألقوا والناس الموهوبين والناس دولت في ذاكرة الأمة. لازم هو عشان يقول زي ما كابتن خطيب بيقول كل واحد يبقى عنده حلمه، وليه لا؟ على فكرة في النقطة دي كل واحد، ما هو ده اختيارك، اختيارك عايز تبقى كويس يبقى عندك حلمك وعندك يقينك وتعمل له. لو انت طالب ذاكر هتنجح، مؤكد هتنجح، هتذاكر أكتر مؤكد هتتفوق، انت لاعب كره هتتدرب كويس وتنتظم كويس وتحافظ على صحتك كويس مؤكد انك هتتفوق. العامل في مصنعه ده اختيارك، النجاح اختيارك والفشل اختيارك. فانا النهارده التكريم ده شيء رائع، فاحنا عايزين نرجع الحاجات دي في كل حاجه. انا عايز تعليق سريع من حضرتك على هذا الامر، لانه الحقيقه الشغل الجميل اللي اعده زميلنا العزيز الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم خلاني بس اتوقف عند الجملتين دول. عايز تعليق سريع من حضرتك، لاننا لابد ان ننتقل للحديث عن قضيه السمنه والنشاه عند الاطفال السنوات الاولى. فوجئ الكابتن طارق سليم وقت الرحله اللي كنا بنشير لها في الصوره مع كابتن محمود صالح مدير الكره بزياره الثنائي السوداني اسامه يوسف وابراهيم الكبير لفندق الفريق، حيث اسعدت الزياره طبعا كل بعثه النادي الاهلي. محمود الخطيب نجم الاهلي وتانجا نجم الهلال قام بعمل برنامج تلفزيوني مشترك في هذا التوقيت لصالح اليونيسف عن اهميه حملات تطعيم الاطفال في افريقيا، وتم اذاعته على جزئين قبل المباراه وبين الشوطين. ما هو يعني انا كابتن طارق الله يرحمه يعني حدوته قال سليم حدوته يعني الحقيقه طبعا الكابتن عبواب سليم ده شيء حاجه كان زي البلسم يعني الله رحمه الله عليه، والكابتن صالح طبعا رحمه الله عليه، والكابتن طارق بيفكرني بتين الشوكي من بره لو اردت منه يشوكك لو فتحته تاكله، يعني حاجه جميله جدا كابتن طارق. بذكر ابراهيم كبير واسامه زياره نجوم الهلال لمعسكر الاهلي، ابراهيم كبير كان دفعتي في كليه التربيه الرياضيه، ويعني وابراهيم كبير ما كملش، واسامه كان هو بيلعب سنتر هاف وكان اسامه فرود، فيعني كان انسان طيب جدا كسمه اهالينا اخواتنا في السودان، ناس طيبين طيبه غير عاديه، وقد ايه سمو اخلاق. واسامه يوسف كان فروه، والحكايه كان في ماتش اعتقد انه كان الترسانه يا الاسماعيلي مش فاكر، يمكن الترسانه ما تفهمش وعمل كده وراحت الكره للجون فمسكها اظن كان عبد الستار مش فاكر، المهم فاسامه قال له باص هات فراح رمي له الكوره حاططها جون فتحسب الجون، هو اداله هو دوكا خد باله انه ان يعني بلا بتاع ده بيقول له هات رد فعل يعني عارف انه تلقائي من غير تفكير، وده الجون كانت عامله شغلانه. ويمكن في برضه من ضمن الحاجات بذكر الكوره بقى كان في الماتش اللي كان اظن كان انا اظن او المنيا حاجه كان في الصعيد، ولما جه بنالتي الاهلي وكابتن صالح باصاه اول مره تحصل في مصر انه يباصي لضربه الجزاء، وكان الجوهري كابتن الجوهري رحمه الله على الاثنين، قعدت الصحافه تتكلم فيها سنتين يعني الحكايه ديت
بس المغزى اللي هنا كان هنا لها فرقه في الدوري الممتاز، وكان اسوان موجود في الدوري الممتاز، واسيوط لها الدوري الممتاز، والشرقيه وكفر الشيخ ودمنهور وكل ده. فين دول؟ هو ده الموضوع، هو ده الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه. وجود نجمين، نجم النادي الاهلي ونجم نادي الهلال، وهم بيسجلوا برنامج عشان تطلعوا على أطفال يعني افريقيا عشان الصحه، ده شيء الرياضه بنقول للناس بس الرياضه ممكن تعمل ايه في المجتمعات. وهو ده بالمناسبه انا بقول لك، والكلام ده لاهالينا في السودان واخواتنا في السودان، عايز اقول لهم احنا بلد واحد، ما في ما ينفعش اقول بلد الثاني، ولا احنا بلد واحد وعشنا طول عمرنا بلد واحد، واحنا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض اقسم بالله مش سله غلال اوروبا ولا غذاء اوروبا، ده احنا ناكل العالم كله. يا ريت نحط ايدينا في ايدين بعض، احنا محتاجين بعض الحقيقه. الموضوع ده طبعا يطول الحديث عنه، موضوع بالغ الاهميه، ولكن الوقت احنا في سباق مع الوقت دلوقتي عشان الموضوع طبعا الحوار مع حضرتك ثري جدا، حوالي نص ساعه طيب. يزيد او يقل قليلا يعني حسب زملائنا في الكنترول. دلوقتي محور السمنه من المحاور، استاذ ابراهيم بيتكلم عن انه اساس النشاه الرياضيه السليمه في اي مجتمع التغذيه السليمه للاطفال من سن حديثي الولاده نيوبورن لحد سن 6 سنوات، وان ده امر محتاجين نعيد النظر في ثقافتنا بشانه. وطبعا ده موضوع مهم هنبدا الحديث عنه، نسمع رؤية أستاذ إبراهيم، وهيشارك معنا خلال هذا الحوار في أي وقت. هيكون معنا مداخلة هاتفية مع الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية. تحب تبدأ منين الحديث في الموضوع ده يا أستاذ إبراهيم؟ عايز أبتدي برضو زي ما كنا بنتكلم من الناشئين. ما هو الأطفال لو 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 حصل له علة وهو صغير، طب وإحنا هنعمل فيه إيه وكبير؟ مشكلة بتاعت السمنة، هما دلوقتي الدولة بتعمل حاجة عظيمة جدا، وبدأوا بالمدرسة المصرية انه بيخشوا دلوقتي يعملوا كشوفات عشان السمنة وعشان امراض ثلاث حاجات كده اللي هي من 6 سنين. انما اللي انا بقى لا لفت نظري وانا بذاكر في الموضوع ده، ان الخلايا الدهنية اللي تتسبب في السمنة بيتولد جزء منها الطفل وصغير من الطفولة، ولغاية بتكتمل في لغاية سن 5 سنين أو 6 سنين. إذن المخزن اللي هيبقى فيه دهن الدهون ده والخلايا الدهنية دي كلها بتكون في 5 أو 6 سنين. إذن الوقاية من السمنة، ما احنا عندنا الوزن العادي ووزن زائد وسمنة. فالنهاردة الرشاقة اللي نقدر نقول في الوزن العادي ونسميها الرشاقة، الخلايا الدهنية اتولد بعدد من الخلايا الدهنية. الرضاعة اللي خدها لو ما خدش لبن أمه وخد لبن صناعي، لو خد الاكل المحفوظ انا مش عارف اسمه ايه الغالي اللي هو المحفوظ وطعمه مقرف استغفر الله العظيم، بيقعد الام بتستسلم ما بترضعش بتاكله له، فبياخد كميه مواد حافظه بتخليه مدمن للمواد الحافظه، ما ياكلش اي حاجه طازجه بعد كده. فكل المشاكل وكل العادات الخاطئه وكل البلاوي السوداء اللي بتحصل في 5 6 سنين هي اللي بتعمل المشكله اللي جايه قدام. في الغالبيه العظمى. طيب هنسمع رؤيه حضرتك، هيشارك معنا هاتفيا الان الاستاذ الدكتور مجدي نزيه، استاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه ورئيس المؤسسه العلميه للثقافه الغذائيه. دكتور مجدي مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اسمح لي في البدايه طبعا ارحب بيك، وانا سعيد بمشاركه حضرتك معنا في هذا الحوار. ساترك المجال، انا هسال حضرتك بعد ما يوجه استاذ ابراهيم حجازي كل الاسئله اللي حابب يوجهها لحضرتك لتشترك معنا بمعلومات مهمه طبعا تثري هذا الحوار للساده المشاهدين. اتفضل يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تسلم. لعل حضرتك بتتفق معي ان الخمس سنين او ست سنين الاولى في حياه الانسان هم كل حاجه نفسيا وعاملين، وفي السمنه وموضوع السمنه والوزن الزائد والوزن العادي او الرشاقه. مظبوط، هي اكثر اثرا. والعادات الخاطئه كلها بتبتدي من هذا السن الصغير. فياريت حضرتك يعني عشان الامهات بتبقى بالذات اللي لهم تجربه قليله او سن صغير مش عارفين، ياريت حضرتك لان احنا عندنا مفاهيم خاطئه ان الطفل لازم يبقى مقلبز والاسداغ يقرصوا فيه كده وبتاع، فياريت حضرتك تقول لنا ما يجب ان يكون في الفتره ديت علشان ما نعانيش في الفتره اللي بعدها. تمام، هو خلينا نقول لهم حاجه في البدايه، ان في دراسه طلعت في الولايات المتحدة عن البدانة، كان عنوانها باللغة العربية البدانة هي الباب العريض لانقراض الجنس البشري. من عربي يعني. هذا المصطلح يعني الكثير، أي البدانة هي المصدر أو الينبوع الذي يخرج منه كافة الأمراض المزمنة. ده عنوان، ومن له عقل فليفهم. نيجي نخش تفصيليا حاجة بسيطة،
كل شيء يؤثر في وزن وبدانة الطفل أو صحته بما فيها المرحلة الأولى اللي بنسميها مرحلة الرضاعة المطلقة، وهي منذ الولادة حتى سن 6 شهور، ومن اسمها واضح أنها رضاعة فقط. حتى تغذية الأم لو خطأ لبنها بينزل عالي الدسم يسبب زيادة في وزن الطفل، فينبغي أن حتى تغذية المرضعات تكون محسوبة. يخش بعد كده المرحلة الثانية من حياته غذائيا تبع تصنيف علوم الغذاء والتغذية. المرحلة الثانية هي مرحلة الفطام، هنا الكارثة، لأن زي ما حضرتك تفضلت العادات والمعتقدات والمدركات اللي موجودة عند قطاع كبير من المستهلكين ان التغذية الجيدة هي لابد انها تكون مصحوبة بشكل يشاهد، اشوف حجم قدامي، اشوف خد مورد، اشوف مش عارف ايه. انما النقطة الحقيقية وهي ان التغذية الجيدة لابد ان تترجم كطاقة لا ترى وليس حجم يرى. ومن هنا بتبتدي تخش العادات الغذائية. اسلقي بطاطس مع جزر واديها للطفل، ادي اول حاجة تحتها خط. تاني حاجة جاله اسقال عطول مية رز ومعها نشا ومعها 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 يعني شيء. تالت حاجة ابتدي طعميه زبادي وعليه معلقة عسل نحل، ظنين ان عسل النحل هيدخلنا الجنة. كلها معتقدات غريبة. نبتدي ونبتدي أبسط حاجة، عايزين نجامل أطفالنا عشان أطفالنا ما يبصوش ويبقوا محرومين، نديله شوكولاتة. أنزل أجيب لهم قلة الأدب اللي بتتباع في الشوارع وتكون النتيجة مزيد من الدهون، مزيد من السعرات، قليل من المغذيات الصحية والمناعية. ومن هنا بتكون الكارثة. أبسط حاجة النهاردة كمان، خلينا نقول إن إحنا مش هاين علينا، نقوم نعلي ونوطي التلفزيون جايبين له ريموت كنترول. هذا أصبح شأن مختلف الفئات جوه الأسرة الواحدة. نلاقي ده قاعد وبينادي على ده بمسج على الواتساب، مستكلف حتى يقوم يبص يناديله. كارثة الكوارث. أبسط حاجة وهي أفضل وأقوى وأصح مثقف غذائي حقيقي جوه الأسرة اختفى، وهو الوجبة العائلية. متنحكين في أن كل واحد له وقت خاص بيه، وطبعا هذا هراء. اللي عايز يلتزم بوجبة عائلية مش لازم تكون وجبة غدا، ممكن فطار، ممكن عشاء، ممكن أتني تايم، إنما لابد أن كل أفراد الأسرة تجتمع ويأكلوا أكل واحد ويأكلوا بمقادير موزعة. من هنا يبتدي يحصل التنظيم. عشان كده بنقول نصيحة للجميع، للآباء والأمهات، من فضلكم إليكم الآتي: اعتمدوا على كل ما هو طبيعي وتجنبوا الاعتماد على كل ما هو سابق التصنيع لإضافة عليه مركبات كيميائية بغرض الحفظ أو التزيين أو عدم التزنخ. الأثر البالغ الخطير اللي بيبقى على الكبد وعلى الرئة، والنهاردة ما أكثر الحالات اللي بنسمع عنها يقولك ده عنده حساسية على صدره. الشيء الثاني، ما نجملش عيالنا بالأكل والشرب. ليس للثواب والعقاب الأكل والشرب، الأكل والشرب للتغذي وله مواعيد. ومن هنا بنقول أيضا من فضلك يا أم اضبطي الساعة البيولوجية النهارية، يعني افطار بدري، غدا بدري، عشاء بدري، ودي نقطة تانية مهمة جدا. نقطة بعد كده، رجعي الماء إلى مكانته الموقرة على الموائد بدل عبوات العصير والمياه الغازية. احنا النهاردة نسينا المية ونسينا انها من افضل ما يمكن لضبط الوزن بطريق غير مباشر، من افضل وارخص واسرع وامن الوسائل لمكافحة كافة الامراض المزمنة. السكر،
دهون الدم، السموم اللي بتتراكم في الجسم نتيجة سواء التلوث الهواء أو تلوث الأكل. المية علاجها، احنا اختفيت المية. نمر النقطة اللي بعد كده، هو على قد ما نقدر نلتزم بتناول كل غذاء في موسمه. ما تبهاش ان انا عندي ديب فريزر، ما اعرفش ماركة ايه الامريكية او ماركة ايه الغربية، وان انا باكل حاجة الصيف واخزنها واكلها في الشتاء واكل حاجة الشتاء. كلام غريب، ما احناش واخدين بالنا ان ربنا اما عمل حاجة معينة، وليكن مادة الكورتيزون الطبيعي شغل ربنا المضادة للأورام، وهي المادة المخاطية اللي موجودة في القلقاس والبامية والملوخية. أما ربنا حطها في الصيف ربط معها فيتامينات ومعادن في البامية والملوخية، وأما حب يحطها لنا في الشتاء ربط معها نشا عشان الجو سائع في القلقاس. إذن أنا ليه أبوظ النظام؟ أنا بضل بسلوكياتي المتطرفة، ده اسمه إكستريم، ده تطرف غذائي. هنا المشكلة. عشان كده بنقول للناس من فضلكم تعاملوا مع الأغذية المصنعة، ومن هنا ينبغي أن تكون البداية، تعاملوا مع الأغذية المصنعة تعاملكم مع الدواء وليس الغذاء. لأن احنا بنعدي كيماويات في أجسامنا، وبناء عليه نعتمد على كل ما هو طبيعي. مهم جدا ان انا ارجع ثقافة اتعشى واتمشى. شكوى كتير من البدناء يقولك نعمل ايه يا دكتور، ناخد ايه علشان نخس؟ لا، قولي اطلع ايه عشان اخس، مش تاخدي. انتي اوريدي خدتي كتير في وزنك زاد، طلعي بقى اللي خدتيه. وافضل نشاط بدني لنقص الوزن يأتي بعد اخر وجبة. يعني نظرية تتعشى وتمشى، أطبق نظام زمان الفطار مع الفجر والعشاء مع العشاء، واتغدى أما الشمس تكون في نص السماء. يعني حضرتك بتقول قبل وقت النوم بوقت كافي، يبقى في فارق زمني كبير إلى حد ما بين آخر وجبة وبين أقل حاجة 3 ساعات. طيب 3 ساعات يا فندم. طيب أنا معرفش طبعا إذا كان أستاذ إبراهيم حابب، حضرتك شرحت شرح وافي جدا وسعداء بمشاركة حضرتك معانا. أنا هسأل بس في عجالة، لأن حضرتك جاوبت تقريبا على أي شيء كان ممكن أفكر إني أوجهه لحضرتك من أسئلة. هل قولا واحدا هذا الأمر، النمط السليم للتغذية في ال6 سنوات الأولى، ممكن يمثل فارق كبير بالإيجاب أو السلب على فرص حياة الإنسان وتكوينه بدنيا وفرصه في النجاح الرياضي بشكل عام؟ أشكر حضرتك على هذا الطرح، وأحب أرد بنتيجة دراسة عملتها تقريبا سنة 2001. معدل البدانة، النسبة اللي طلعت لدى الأطفال في السن ما قبل 5 من العمر كان 7.5%. فوجئنا أن الأطفال دي أما انتقلت لمرحلة المراهقة 7.5 اتضربت ب3، بقى 22%. الأفراد ديت بالحسبة المنطقية أما تصل إلى مرحلة الرشد هتبقى تضرب في 3، هتبقى 64%. أما نصل إلى مرحلة الشيخوخة المبكرة هتزيد عليها على الأقل نتيجة بقى السراء او الرحرحة او السن شوية، او ان العربية دلوقتي السواق هو اللي بيجيني، الحاجة و60 هتوصل لحاجة و80. وده ما يشاهد اليوم، كل 10 يمروا قدام عيون حضرتك هتطلع منهم 8 اوبيز. كلام مهم ودراسه، واضح ان الحاجات دي يعني محتاجين نتابع ده مع حضرتك في حلقات جايه. هل حضرتك تحب توجه اي اسئله ثانيه لدكتور مجدي يا استاذ ابراهيم؟ دكتور مجدي طبعا بشكر حضرتك جدا. العفو يا فندم. طيب هو والموضوع اصلا يعني دلوقتي الدوله عامله، وزاره الصحه عامله حمله وكشف وكلام ده للمولود، بس عامله يعني هي بادئه، الدوله بدات في الحته اللي فيها تجميع للمدرسه، فبدات من 6 سنين. طبعا احنا للاسف طبعا تحضرك وانت بتقول هو الانسان عدو نفسه يا فندم، كل الاختراعات اللي عملها ضيعتنا كلنا. الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين، وانا يعني احنا هذا الموضوع يعني احنا يعني بعد اذن سيادتك ان احنا هيبقى فقره دايما بنتكلم في حته معينه وزاويه معينه، لان احنا اذا كنا عايزين نتكلم حتى يبقى عندنا رياضيين لازم نتكلم الكلام ده من الاول، لان هو ده صحيح. لازم نبتدي من الاول. فاسمح لي يعني هنزعل حضرتك شويه
ولان لابد ان يكون هنالك يعني الموضوع ده كان يجب الحاجات دي تبقى راي عام، تبقى قضايا راي عام، وعشان توصل قضايا راي عام يبقى زي حد زي حضرتك كل المتخصصين كلهم يبقى صوتهم بيوصل للناس بطريقه او باخرى. المهم فاحنا واحنا دلوقتي الدوله مهتمه، ودي قضيه على فكره مهمه جدا، ودي من القضايا اللي نقدر نقول عليها امه في خطر، يعني نقدر نقول الوطن في خطر لما يبقى كل اللي جاي بس بالكلام ده كله. ف واذا كنا بنشكر حضرتك انما دي بدايه، وهتبقى يعني ان شاء الله هنكمل في هذا الموضوع فقره دائمه ومستمره سواء هنا يا فندم او بعد اذن حضرتك يبقى في الاهرام كمان ان شاء الله، وهكلم حضرتك ان شاء الله النهارده بعد البرنامج ان شاء الله. من عيوني يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مجدي نزيه، استاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه، وايضا رئيس المؤسسه العلميه للثقافه والتغذيه. شكرا جزيلا لحضرتك. تعقيبك يا استاذ ابراهيم. انا دلوقتي طبعا اللي قاله الدكتور، احنا عندنا يعني العادات كلها للاسف حاجات كلها غريبه جدا، انما من اخطر الحاجات اللي عندنا لو انا وانت وكلنا بنشترك فيها، الجريمه الكبرى بنعملها في رمضان كلنا، انما الجريمه الثانيه ان احنا لما يعني اكبر مجامله، اكتر حاجه لما بعزمك على عشاء، يعني اكتر مجامله يعني عزمك في بيتي او بره، او انما هو ده ما عندناش ايه ان انا اعزمك نروح نتفرج على الاوبرا مثلا، او ان انا اعزمك نتفرج على ماتش كوره، ويبقى هي مجاملتنا اكل دايما اكل، ما هي اكل على عشاء. ده في ازمه مسمين دكاتره القلب عاملين ازمه اسمها ازمه الحمام المحشي، يدب 3 4 تجواز فيكبسوا على مراوحه يتنقل على المستشفى ليه له ازمه قلبيه حقيقيه. فاحنا النهارده وتروح بقى تاكل كمان، احنا يقول لك ايه بعد ما تاكل، فاول حاجه يعني انت كان بتاكل، ما انت ليك طاقه تعدمني لو ما اكلتش دي. دي طبخها بايديا وحياه عينيا يعني المساله. وبعدين تعالى شوف اصناف الاكل، انت عارف المشكله كلها ايه؟ انك بتجمع بروتين مع نشويات، دول ما يجمعوش، لا بروتين مع نشويات هو ده الاساس في المساله. البروتين يتحط مع الخضروات او النشويات مع الخضروات، انما بروتين ونشويات. احنا بقى بنحط بروتين لحمه مع رز، وربما يبقى في مكرونه بالفرن، وهتاكل رز وهتاكل مكرونه بالفرن، وبعدين او بطاطس، وبعدين في خضار تاني ورز ومش عارف ايه، وبعدين تيجي بعد ما بتعمل ده حاطين بقى حاجه ساقعه او عصير مانجا عشان زياده في البتاع، تشرب ده وبعدين تاكل فاكهه تاني، وبعدين بسبوسه بقى في الاخر. فانت حطيت كميه حاجات في الفتره بتاعه التسعينيات. جامعه القاهره ايام الدكتور حسن حمد ابراهيم رحمه الله عليه كان رئيس الجامعه، كانوا جايبين استاذ اسمه اصلا بروفيسور فايفر من المانيا بتاع سمنه ورشاقه وحاجات من ده، كان في رمضان جايبينه عشان يعمل ندوات، فالراجل خدوه يسهروه في الحسين، فشاف في المحلات انت عارف بيبقوا حاطين بقى الكنافه والحاجات عاليه كده وبتاع، فالراجل قال لهم ايه ده؟ قالوا له دي كنافه ودي مش عارف بقلاوه ودي البتاع دي القطايف رصنا. قال لهم ايه دي يعني من ايه؟ قالوا له يعني دقيق وسمنه وسكر. قال لهم ده الثلاثه دولت اللي هم الممنوعات الثلاثه، ما هم بيسموهم دول يعني دول ده بيعتبروه زي الهيروين، يعني الدقيق بل كارثه والسمنه كارثه والسكر كارثه اللي هم السموم البيضاء، ثلاثه السموم البيضاء. الراجل خد الشنطه ومشي، قال لهم طب انا اتكلم ايه كله انتوا بقى وراح راح. فاحنا المساله يعني يا ريت بصوره، ويا ريت بصوره ثانيه ان احنا الوعي ده يتعمل. يعني انا اذا كان كده ليه لا ان احنا البرنامج ما يعملش ندوه في النادي الاهلي يبقى دكتور مجدي وده كده توعيه، يعني معنى لازم التوعيه، وحزب يبقى عاملين فقره تعمل كذا وتعمل كذا، والمساله سهله على فكره. حد هيقول لي الله طب والناس الغلابه يعملوا، مالهاش علاقه لا بتكلفه وقيمه ماليه، لا 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 ممكن لا لا. الوجبه بتكلفه بسيطه تبقى صحيه، يعني انا البروتين ما انا عندي البروتين في العدس وعندي البروتين في الفول وعندي البروتين في اللحمه. تعال شوف اللحمه بتعمل ايه، عندك بتعمل النقرس اليوريك اسيد والكلام والمشاكل دي كلها، يعني مساله حضرتك بتقول الحاجات الاقل في القيمه في السعر افيد الخضروات بجد. يعني الحاجات الخضراء في حاجات خضراء الكابوتشي ومش عارف، لا 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 ده ما انت عندك السريس والبعضيض والفجل والدربير فيهم قيمه غذائيه غير عاديه. انما احنا اللي بنعمله وداخلين في رمضان واللي بنعمله ان احنا الاكل، وبعدين احنا بناكل عشان نعيش مش عايشين عشان ناكل، هي دي الفرق بين الاثنين. هي قضيه خطيره طبعا ومهمه. حضرتك كمان بتتكلم من البعد الخاص بتاثيرها على قوام الانسان طول عمره وفرصه في النجاح الرياضي، يعني انها تكوين ده او انا مش بتكلم على بطوله، انا بتكلم ان عايز واحد انسان يقدر يمارس حياته ويعيش حياته الطبيعيه
الله. هو انا لما حياته الطبيعيه انا انت متخيل النهارده بالطريقه ديت الولد بيديله سكر من السن الصغير، تخيل هيعمل فيه ايه؟ تخيل بيديله ضغط من السن الصغير، ما دي كلها الامراض بتاعه ده من السن. تخيل ان الميه شرب الميه انك عندك تشرب 2 لتر ميه في اليوم، ان ديت مثلا بتعمل لك نوع من الوقايه 60% من المشاكل دي كلها. فتخيل طفل لما يجيله السكر في السن ده، ولا يجيله ضغط دم في السن ده، ولا يجيله الكوليسترول عالي بتاعه في السن ده، وده كله عشان حاجات غلط. عموما هو من الموضوعات اللي هنكمل كلام فيها زي ما حضرتك قلت، هيبقى بشكل اسبوعي في فقره على الاقل مداخله هاتفيه ومتابعه وطرح بشكل او اخر مع الدكتور مجدي نزيه، وان شاء الله شخصيات اخرى كمان متخصصه في المجال تشارك معنا، وربما يبقى في كمان ندوه وحوار مفتوح زي ما حضرتك اقترحت مع اعضاء النادي لمناقشه هذا الموضوع وقضايا اخرى تهم طبعا المجتمع المصري بشكل عام، وهيكون طبعا اهتمامنا فيها او بها في المقام الاول لاعضاء والجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اخيرا استاذ ابراهيم، فقرتنا او الدقائق الاخيره من هذا الحوار لسه عندنا مسابقه تانية، مسابقة اعضاء جماهير النادي، الجمهور اللي كان حاضر ومشارك في مباراة كرة السلة امام اول اغسطس الانجولي يوم 9 من فبراير الجاري. هنتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا زميلنا العزيز الاستاذ احمد البرجاوي، هيجيب لنا اللقطة دي ونشوف مين صاحب النصيب في الفوز بالجائزة، جائزة هذه المسابقة واللي هتكون ده الماتش بتاع الباسكت ده. هتركز عليه ماتش الباسكت او مباراة الباسكت بين الاهلي واول اغسطس الانجولي او مباراة الاهلي و فريق اوكي خلاص. احنا قدامنا تصحيح، ما كانش مباراه الاهلي واول اغسطس، احنا بنتكلم عن المباراه دي هي اللي قدامنا على الشاشه واللي بنستعرض فيها طبعا وجوه بعض المحبين والمشجعين الموجودين في الصاله للنادي الاهلي والدقائق الاخيره من المباراه. كابتن طارق خيري والفوز بهذه المباراه، مباراه كانت طبعا صعبه والمنافسه فيها فين كانت قويه. فين الفائز يا انت نقيته؟ يا هنشوف الصوره اللي اخترعها فريق العام. يلا انت يعني عاملها كاميرا خفيه يعني يا برناوي، يعني مين من دول يا بركاوي؟ اوبا البنت ديت. طيب صاحبه الحظ في الفوز بجائزه المسابقه وقيمتها 1000 جنيه، وزي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي جوائز رمزيه، ولكن تفاعل وتواجد وربط جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي اكثر بشاشه قناه الاهلي، ووجودهم والتفافهم حول النادي ومجلس ادارته في كل الرياضات والفرق الرياضيه، ابطالنا مش بس في كره القدم، نجومنا في كره القدم، ولكن ابطال الرياضات واللعبات المختلفه، وده طبعا محل اهتمام كبير جدا من القناه ومن كاتبنا الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. وان شاء الله تتواصل معنا صاحبه الصوره وتبعت لنا رساله على الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه لقناه الاهلي، وان شاء الله هنبدا بشكل دوري بدءا من الاسبوع القادم ان التواصل معنا يكون بارقام مخصصه للتواصل مع جماهيرنا وخاصه بهذه المسابقه. طبعا هما مباراتين، دي كانت المباراه كمان الثانيه اللي فاز بها فريق الاهلي، فريقنا الاول لكره السله في المباراتين وانطلاقه الاهلي في البطوله الافريقيه اللي لسه هتستكمل على مراحل خلال الفتره الجايه ان شاء الله. هو اللي عايز اقوله هنا ان المسابقه ماهيش على جماهير كره القدم بس، في كل اللعبات، وان احنا وعلى فكره يعني ان شاء الله هتبقى في حاجات قديمه، انما احب حرصنا في الفترات اللي جايه على الحاجات اللي موجوده دي، وربما تبقى كل يعني تبقى مثلا ان شاء الله لابقى فرعاه لان يعني يجوا رعاه للمسابقه دي وبقى فيها جوائز اكتر وفيها حاجات اكتر. والمهم كله في المساله ان احنا زي ما انت قلت التواصل والتقارب ده، ومعرفش البرناوي جاهز يوم الحد اللي جاي بعد الحلقه هنتفق ان شاء الله. استاذ ابراهيم بيطمن على الحلقه، كل حاجه بيقولها كل حاجه هتكون جاهزه ان شاء الله يا استاذ ابراهيم. واحنا كمان الجميل انه مسك الختام يكون اللقطه اللي شفناها من مباراه كره السله ومباراه فريقنا الاول وفوزه في مباراه في صاله عبد الله الفيصل في البطوله الافريقيه لكره السله، لانه فقرتنا القادمه ان شاء الله هتكون بعد نهايه هذا الحوار مع استاذ ابراهيم حجازي مع صديقي وزميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ومتابعته للرياضات الاخرى. والنهارده كمان من المفارقات النهارده ضيوفه من نجوم كره السله
الفريق الفائز فريق 18 سنة شباب الأهلي تحت 18 سنة أبطال النادي الأهلي في كرة السلة اللي فازوا ببطولة منطقة القاهرة. هيكون معانا أعتقد نجمين أو ثلاثة من نجوم فريق الشباب فريق 18 سنة في النادي الأهلي والكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كرة السلة تحت 18 سنة. أستاذ إبراهيم بتسعدنا دايما بوجودك معانا. تعليق أخير لحضرتك أو آخر حاجة حابب تختتم بيها هذا الحوار؟ حاسس قلبي بيقول لي كده إنك أنت مش عايز نطلع الماتشات اللي كل ما أكلمك تقول لي شو نطلع مش عايز نطلع إيه يا أستاذ إبراهيم؟ قول لي بس ان احنا نعمل البتاع دي الاسبوع الجاي ان شاء الله. بالعكس ده حاجه ممتعه يعني وفيها كسر للروتين وفيها حاجه مش تقليديه وفيها تغيير. هو اللي هيتعب معانا فيها زملائنا بس هو برجاوي سمعنا هم بس بيقول ما فيش تعب. يبقى انتوا الاثنين متفقين عليا هنجهدهم معانا شويه وفريق الاعداد هيتعبوا معانا شويه لكن هم قادرين على تقديم. يبقى انتوا الاثنين متفقين عليا بقى. لا اشكرك جدا فكره حلوه ومبادره جميله من حضرتك وان شاء الله تبقى لها صدى كمان ونبقى في وسط جماهيرنا واعضاء النادي الاهلي متفاعلين معنا اكتر في الحلقات دي ان شاء الله. شكرا. بشكر الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. ان شاء الله نجدد هذا اللقاء او يتجدد هذا اللقاء في نفس الموعد من الاسبوع القادم في تمام 7 مساء من توقيت القاهره على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي ليله يوم الاحد القادم الساعه 7 مساء ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا الحوار وبعد قليل ابقوا معنا فقرتنا مستمره في الاهلي ليله وبعد قليل الزميل العزيز خالد العوض. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بعد الحوار الممتع الجميل مع الزميل العزيز الأستاذ محمد الجندي وكابتن إبراهيم حجازي الرائع بكلامه وبحواراته بكل ما يملكه الكلمة إن هو فعلا حاجة جميلة بنسمعها وبنشوفها بين أستاذ إبراهيم حجازي اللي فعلا دايما كل يوم حد كل الناس بتقعد تتفرج عليه وكلنا بنتعلم منه حاجات كتيرة. خلينا نبدأ النهاردة أخبار عن الألعاب الأخرى وهي أخبار النادي الأهلي في ألعاب أخرى. هنبدأ بين كرة السلة. كرة السلة هي لعبة اليومين اللي فاتوا شهدت حاجات كتيرة سريعة كده. الأهلي بيكون بيجهز نفسه لطنطا في دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر. النادي الأهلي في الماتشات اللي فاتت كان كابتن طارق خيري يعني بيقول ان هو بيحاول يعدي الماتشات دي بأقل مجهود ممكن عشان يبعد عن الإصابات. هنروح للمقابلة المهمة المرتقبة إن شاء الله بإذن الله في شهر 3 بإذن الله بين فريق كرة السلة النادي الأهلي ومين؟ نادي سموحة. نادي سموحة بيفوز في المجموعة الرابعة على 3 فرق كسبن من مدغشقر ومازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي. فاز على 3 ماتشات طلع أول المجموعة هيقابل النادي الأهلي. في شهر 3 المباراة الأولى هتكون في صالة النادي الأهلي، المباراة الثانية هتكون في نادي سموحة في اسكندرية. تالت خبر معانا كريم عبد الجواد. كريم عبد الجواد دايما بيتألق ودايما بيعمل حاجات كويسة والحمد لله ماشي في إطار كويس للعودة إلى التصنيف العالمي أو للقفز مرة تانية إلى الأول للترتيب الرقم 1 في العالم. كريم عبد الجواد بيفوز بالمركز الثالث بيحرز الميدالية البرونزية في بطولة البلاك بول. بطولة البلاك بول دي خسر من علي فرج. علي فرج ده نجم نادي وادي دجلة ومنتخب مصر زميله في الملاعب. البطولة السنة دي بتشهد تطور كبير جدا في بطولة الاسكواش. ليه؟ علشان اللعيبة الأجانب المشتركين موجودين أو اللعيبة المحترفين الأجانب المشتركين في كل الأندية ومعظم الأندية جايبة لاعبين محترفين فالدوري بيشتغل بشكل مختلف. نادي الأهلي في الكرة الطايرة. نروح لكرة الطايرة. النادي الأهلي في الكرة الطايرة بيفوز على نادي سبورتنج 3-0 كانت نتيجة الأشواط في دوري كرة الطايرة 25-19 و25-18 و25-17. نادي الأهلي المباراة اللي جاية الماتش التعب في صالة 2 في استاد القاهرة. المباراة الجاية نادي الأهلي هيقابل نادي سموحة بإذن الله يوم الثلاث وسبورتنج هيقابل إن شاء الله نادي هيئة قناة السويس. تأجيل قمة سيدات كرة الطايرة. الاتحاد الطايرة أجل ماتش الأهلي والزمالك اللي هيتلعب بكرة في صالة الزمالك للسيدات أجله عشان بيقول إن في مشاكل فنية جوه الصالة المغطاة في نادي الزمالك في المباراة اتأجلت. الأهلي في آخر ماتشين قدر يكسب نادي الزمالك ونادي الأهلي بيتصدر المجموعة أو يتصدر الدوري ب 38 نقطة عن بزيادة 3 نقط عن نادي الزمالك اللي بيجي في المركز الثاني.
حكايتنا الكبيرة، نجمتنا رائعة جيانا فاروق، نجمة الكاراتيه والنجمة اللي دايما متألقة بجد وحاجة مفرحة جدا في دوري عالمي في دبي من 12 ل 18 كسبت الميدالية الفضية في دبي. جيانا بتستعد وكلنا عارفين ودايما هنقول دايما وراها ما شاء الله عليها، بطلة من ذهب بتستعد لبطولات العالم عشان ان شاء الله تستعد لطوكيو 2020. كلنا عندنا امل كبير مع جيانا فاروق باذن الله ان هي تقدر تحقق ميدالية وميدالية اساسية لمصر في اولمبياد طوكيو 2020. خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار النهارده اللي معانا منورينا جوه الاستديو النهارده. معانا ثلاثة من نجوم كرة السلة في تحت 18 سنة اللي فازوا ببطولة منطقة القاهرة، معانا كابتن الفريق عمر طارق وعمرو علاء زهران ومازن أبو الفتوح. نخرج الفاصل وترجع لنا مرة ثانية. بعد ما رجعت لنا معايا ثلاث نجوم كبار بالنسبة لي شخصيا وفي المرحلة اللي جاية هيكون ليهم شأن جوه النادي الأهلي في كرة السلة، فازوا بمنطقة القاهرة معاهم كتيبة لاعبين كتير جدا، لكن احنا معانا ثلاثة بس اللي هم النجوم، أو مش هقول الثلاثة النجوم، ثلاثة منهم علشان نقدر ما كناش نقدر نستضيف الفرقة كلها. فخلينا نعرفكم بضيوفنا الكبار اللي معانا النهاردة. معانا كابتن الفريق كابتن مازن أبو الفتوح. كابتن مازن منورنا. اهلا وسهلا حضرتك، الف مبروك على البطوله. الله يبارك فيك. ومعانا كابتن عمر طارق. مساء الخير يا كابتن عمر. النور، منورنا. نورك والله. البطوله كانت جامده؟ اه عجباك قوي؟ هتتكلم عليها كتير؟ اه توكلنا على الله. ومعانا اخر نجم معانا النهارده كابتن عمر علاء زهران. مساء الخير يا كابتن عمر. مساء النور يا كابتن عمر. صح كده؟ النور. اه بالظبط. قول لي اخبار البطوله ايه واجواء البطوله ايه؟ يعني البطوله كانت حلوه الحمد لله، كل الفرق كانت مساويه، يعني مفيش فرق وحشين يعني. والبطوله دي كانت صعبه علينا عشان كان في كلام علينا السنه دي ان احنا مش هناخد البطوله والجزيره كانت هتاخدها مننا عشان كنا ناقصين ناس سافرت بره. بس الحمد لله كابتن علي هاشم مررنا كويس وكنا جاهزين قد التحدي وكسبنا البطوله الحمد لله. يعني ايه ما كناش في كلام ان احنا ما نكسبش البطوله؟ انت كابتن الفريق، يعني ايه الكلام اللي ما نكسبش فيه البطوله؟ عشان احنا كان عندنا لعيبه مهمه وسافرت كده. يعني مين كان لعيبه؟ كان معانا يوسف المعداوي ومحمد توبي، كان كابتن الفريق قبلي. اللعيبه مهمه جدا، كانت بتشارك بطريقه قويه وكانت مهمين في الفريق جدا. كانوا يعني مهمين لان كانوا دايما بيشاركوا بطريقه مهمه. ويعني كانوا دايما بيقولوا لنا انتوا مش هتكسبوا السنه دي عشان هم سافروا وكده، وهم كانوا لعيبه منتخب وكاس عالم وكده. فهما اما سافروا كانوا بيقولوا لنا ان احنا مش هنكسب، بس الحمد لله كنا قد المسؤوليه وكسبنا. عمر، اكيد نادي الاهلي ما بيقفش على لعيب، دي حاجه مهمه. تمام. قدرتوا تلموا الفرقه ازاي كلاعبين وناس قديمه في الفرقه وتطلعوا وتكسبوا؟ هو احنا يعني كنا قبل كل ماتش او قبل كل تمرين من وقت التاني يعني بنعمل اجتماعات مع بعض ونقعد نشجع بعض، واللي هو يعني احنا الاهلي كده كده ما بيقفش على حد. ولازم نعمل اقصى حاجه عندنا عشان نكسب بطوله. وبقى مش هيفرق بقى مين يتصاب مين سافر ومين جه ومين ماشي. بس هنكسب يعني وخلاص. اسمك على اسم لاعب اسمه كابتن عمر طارق نادي الجزيره، تشابه اسماء؟ اه تمام. ايه العلاقه؟ ايه وجه الشبه؟ هتوصل ليك طموح تبقى زي كابتن عمر طارق؟ هو اكيد يعني هو نجم في منتخب مصر ولاعب سافر امريكا ولعب شويه هناك، انا برضو نفسي ابقى نجم في منتخب مصر ويعني احقق حاجات هو عملها واكتر منه كمان يعني. يا رب اتمنى ده، وان شاء الله تطلع امريكا وتحترف بس هترجع لنا تاني ان شاء الله باذن الله. مازن قول لي، الماتشات في ماتشات مؤثره او في فترات بتبقى صعبه جوه الماتشات، قول لي ايه اصعب ماتشات جوه البطوله دي؟ والله احنا كان قابلنا اول ماتش ما كناش لسه دخلنا في مود الماتشات، فقابلنا اول ماتش كان صعب في الاول، بس الحمد لله قدرنا نخش في مود الماتش بسرعه، ولغايه اول ما بدانا الشوط الثالث فرقنا عنهم فرق كبير الحمد لله، وقدرنا نعمل ديفنس كويس. وفي كان في كذا ماتش برده يعني ده كان اول ماتش واخر ماتش في البطوله اللي هو الماتش الفاينل ده كان مع الجزيره. قدرنا برده احنا اول شوطين كنا طالعين كسبانين بوينت،
وبعد كده في الشوط الثالث هم كفروا علينا 7 بونت بس قدرنا نرجع تاني والحمد لله فوزنا في الماتش وكسبنا البطوله. الكامباك في الباسكت صعب؟ هو طبعا ما فيش حاجه صعبه يعني احنا طبعا يعني بقالنا كذا سنه بنكسب وكذا ويعني احنا كنا متعودين على كده من واحنا صغيرين يعني ما نخسرش بطوله تقريبا واحنا كنا قد المسؤوليه الحمد لله. الحمد لله. عمرو ابن كابتن علاء زهران مظبوط؟ بالظبط كده. دخلت باسكت عشان بابا لعيب باسكت ولا بمزاجك؟ في الاول اسالك السؤال ده انت مالكش دعوه انا اساله هو ليه؟ انا في الاول اصلا كنت ما بحبش لعبه الباسكت وقت ما نزلت تمرينات في نادي الاهلي مدينه نصر بعد كده بقى دخلت في مود التمرينات ده عرفت ان في مسؤوليه فعجبتني فكره الباسكت. لا بجد يعني ايه اللي وداك معايا على الباسكت؟ طبعا في فضل كبير على بابايا طبعا كابتن علاء زهران اكيد طبعا هو اللي حمسني على الفكره دي. بعد كده انا اتمرنت بقى وكان في مستوى لازم عارف ان لازم ابقى لعيب جامد عشان العب في نادي كبير زي نادي الاهلي كده بالظبط. انت لعبت باسكت في نادي الاهلي عشان بابا مظبوط؟ شفت بابا وهو بيلعب ولا ما لحقتوش؟ ما لحقتوش بس كان شفت فيديوهات كده. ايه رايك فيه؟ طبعا لعيب جامد. لعيب جامد؟ ماشي. كابتن علاء زهران لعيب هو عضو مجلس اداره اتحاد الباسكت دلوقتي وهو احد نجوم النادي الاهلي في التسعينات ما شاء الله عليه. كابتن علاء زهران كان نجم كبير جدا جدا ونفس الحوار مع كابتن مازن. كابتن مازن بابا كابتن ياسر مفتوح برضه. دخلت بلعب الباسكت برضه عشان كابتن ياسر ولا عشان ايه؟ والله انا طبعا يعني ما دخلتش هو يعني ساب لنا الاختيار من واحنا صغيرين انا واخويا واختي. وبدانا لقينا نفسنا في ملعب الباسكت غصب عننا بنخش الملعب بنلعب بنروح مثلا كنت انا فاكر يعني كنت بحضر يعني لحقته في الاخر خالص كنت بروح معاه شوف شفت كابتن ياسر وهو بيلعب يعني على ما استرجع ذكرياتي وكده كنت بفكر اللي هو يعني لحقته زمان كان بيلعب مثلا في نادي الشمس وكده كان ما لحقتوش في الاهلي. لكن انا بقول لك انا شفت بابا وهو يلعب كابتن ياسر وفتوح كان نجم كبير في النادي الاهلي يعني هو طبعا ما شاء الله عليه كبير وليه فضل كبير عليا قوي يعني الحمد لله هو اللي دخلك ملعب الباسكت هو اكيد طبعا ليه فضل يعني اكبر فضل اللي هو يدخلني الملعب ويعني حاجه كويسه كابتن ياسر وفتوح جميل ده السؤال بقى الاهم انت ومالك توأم صح؟ لا انا اكبر منه بسنه بس هو اكبر منه في فريق بس بيلعب معاك في فرقه طب ايه؟ هو للاسف في اول السنه جاله اصابه وكان لعيب مؤثر جدا طبعا معانا بس هو يعني ان شاء الله يرجع احسن من الاول. عمر دخلت مع الباسكت زي اللي بسالك نفس السؤال دي حقيقه انا في الاول كنت بلعب كوره لعيب كوره بتعرف تلعب كوره؟ قوي تشجع مين بره؟ مفيش فرقه معينه يعني بشجعها بره في اوروبا يعني ما فيش انت الاهلي وبس دي احسن حاجه تمام فكنت انا اختي كانت تلعب باسكت وهي بتروح تتمرن انا باخد مثلا كره قدم بنططها بشوط على الجون اي حاجه فكانت مثلا هي بتروح تشرب اي حاجه انا اخد الكره واقعد اشوط هي أيوة في الدرجه الاولى؟ لا هي سافرت تلعب في فرنسا دلوقتي ما شاء الله هايل ف من ساعتها بقى يعني قالوا لي تعالى جرب العب باسكت وكده كده جت كده يعني صدفه بالظبط بسبب اختك هايل قول لي بيعامل الملك ازاي؟ والله بحبه جدا قول لي هو بيعامله لك ازاي مش هو كابتن فرقه؟ لا بس هو انا في الاول انا ما لحقتش يعني مالك اتمرنت تقريبا معاه تمرينتين كنت بلعب كان في اول السنه كنت بلعب بطوله افريقيا وبعدين لما رجعت لعبت مع الدرجه الاولى فما لحقتهمش قوي فما شفتش طريقه المعامله قوي ما لحقتش طريقه المعامله عمرو قول لي اي تيم لازم ينجح لازم اللعيبه كلها تكون متالفه مع بعضيها طبعا لازم يكون في روح واحده اصلا في الفرقه عشان نكسب تمام. لو كان في حد مثلا روحه مش حلوه يبقى طبعا الفرقه فيها دروب كبير بس انا النادي الاهلي طبعا متعود ان الفرقه بتاعته طبعا كلها فيها روح فده فضل ان احنا كسبنا يعني الحمد لله. تعامل الكابتن علي هاشم معاكو شايفه ازاي؟ كابتن علي هاشم بيعاملنا زي اخواته الصغيرين بالظبط. فاول بيقفش عليكم صح؟ طبعا بيقفش قول لي كابتن علي هاشم مرنا من بقاله سنتين معانا من السنه اللي فاتت هو كويس يعني مررنا كويس عشان كسبنا البطوله هو كويس ولا هو مررنا كويس؟ مررنا كويس بس هو الاثنين صح؟ عشان ابقى عارف يعني اقول لي يا مازن الماتشات بقول لك الصعبه كان ماتش الجزيره ايه الماتشات الثانيه اللي كانت فيها مشاكل بالنسبه لك؟ في ماتش من الماتشات حسيتوا ان انتم ممكن ما تكسبوش الماتش ده؟
والله الحمد لله احنا ما حسيناش في ولا ماتش. كان الماتش اللي قبل الجزيره كان ماتش مهم، يعني احنا للاسف السنه اللي فاتت خسرنا من فرقه الجيش، فهم كانوا معنوياتهم مرفوعه طبعا الماتش ده، وكانوا نازلين الماتش واخدين ثقه كان ممكن يكسبون، بس الحمد لله من اول خمس دقائق في الماتش احنا فرقنا عليهم جامد وعملنا ديفنس كويس. هو ده يعني كان دايما كابتن كان بيقول لنا، كابتن علي هاشم بيقول لنا اللي بيعمل فينس هو اللي بيكسب، والحمد لله قدرنا نعمل ديفنس كويس وكسبنا، يعني يعتبر كان الماتش كان خلصان من اول شوط. بس كده عمر، بس كده عمر. اي فرقه وهي رايحه ماتش بتحضر الماتش اللعيبه، مش كده على كابتن علي هاشم المدير الفني، لكن اللعيبه مع بعض بتقولوا ايه لبعض قبل الماتش؟ نقعد نقول ان احنا يعني احنا متعودين على المكسب ومش هينفع نخسر اي ماتش، وحتى لو لا قدر الله حصل وخسرنا لازم نعمل اللي علينا ونلعب رجاله، وما يتقالش علينا ان احنا يعني فرطنا في الماتش بسهوله. وبنقعد بقى نشجع بعض اللي هو انت هتلعب كويس وانت كده كده. عمرو قول لي لما تروح البيت لعبت ماتش وحش او لعبت مش كويس، كابتن عايز هرم بيقول لك ايه؟ بيقعد يتكلم معاك في الباسكت ولا سايبك الكابتن علي هاشم بصراحه؟ لا طبعا بيتكلم معايا في الباسكت، بيديني يعني بيقول لي انت المفروض مثلا تعمل كذا غير كذا عشان ما يكون شكلك وحش في الملعب، بيديني بعض التعليمات كده عشان اتحسن يعني. عادي بقى. لو كابتن علي قال لك تعليمات وهو قال لك تعليمات هتنفذ مين؟ الاثنين طبعا. وانت مازن ايه؟ نفس الكلام؟ انا اكيد طبعا نفس الكلام، بس طبعا يعني بس انتوا عندكم الاسره كلها، انت عندك اختك بتلعب في الدرجه الاولى مظبوط؟ تمام. وانت واخوك بتلعبوا في الباسكت؟ تمام. يعني كلها باسكت كابتن ياسر؟ ماما المظلومه في البيت ده صح؟ ماما لعيب باسكت؟ لا ماما مش بتلعب باسكت، بس يعني مامتي طبعا بتبقى واقفه معايا. طب قول لي بقى الحوار في البيت شكله ازاي؟ والله يعني احنا دايما يعني بابايا كان معودنا زمان بمثل لو حد فينا لعب ماتش حلو كده بنقعد كلنا يعني بعد الماتش نقول له اه انت لعبت حلو لعبت وحش، او لا يعني حتى لو لعب وحش بابايا بيصحح له مثلا الحاجات اللي المفروض يعملها على حسب خبرته طبعا، يعني بيبقى عنده خبره يعني من زمان اكيد طبعا، فبيقعد يقول لنا لا انت المفروض كنت تيجي كده، لا المفروض تبقى المفروض كان تعمل كده، ولو لعبت وحش بيصحح لك الحاجات اللي المفروض تعملها. بصراحه ما بيزعلكش؟ هو اكيد طبعا بيزعلنا كلنا. كمان انت مالك؟ هو كان يعني جه في سنه من السنين كان بيمرنا فيها كابتن ياسر، وفي السنه دي برده في بعض التمارين بيمرنا فيها وكده. فبيقف لما يقف يشتغل معاك فهو عارفنا من واحنا صغيرين، فعارف كل واحد طريقه لعبه وايه الحاجات اللي مميز فيها وكده، فبيقعد برده يشجعنا. عمر قول لي في دراسه وفي تدريب وانت عايز تحكي، توفق ازاي بين كل الاوضاع دي؟ والله واقف الدراسه يعني الموضوع صعب بصراحه يعني. ليه صعب؟ عشان انا في الباك في الفرنش، فانا مثلا نص الايام بخلص الساعه 5:30 مدرسه، هايل، بطلع التمرين مثلا بيبقى الساعه 6 ل 9 بتنقل المدرسه على التدريب على طول لوحدك؟ على طول. فهو الموضوع بيبقى صعب يعني، بضطر اسهر مثلا بالليل عشان اذاكر او ساعات ما بذاكرش. بتفضل المذاكره ولا الاحتراف بصراحه؟ انا كعمر ايوه الاحتراف طبعا. البيت لا. بس لا يعني انا بفكر فيها، لا هم كلامهم صح يعني، انا ببص اللي هو دلوقتي بس، هم بيبصوا للمستقبل يعني، وهم برضه اكيد عايزين نبقى احسن يعني. بس برضه اللعيب لما بيحترف وبينبغ في لعبته بيختلف كتير في الحياه يعني، تفرق معاه يعني. بصراحه يعني، بس الدراسه برضه اصل في الباسكت هيجي سن وهتبطل لعب. انا معاك. هتعمل ايه بعديها بقى؟ هتعمل اكيد معاك شهاده، ما تعرفش ما تخش. ايوه بالظبط. صح؟ تحاول توفق بين الاثنين. بحاول. بتوفق ازاي عمر؟ طبعا انا ثالث ثانوي. حلو قوي. حلو قوي. فانا بخلص دروسي. اخش اذاكر. تعالى خش اذاكر، خش اذاكر صح؟ بخلص دروسي واطلع على التمرين على طول زي ما عمر قال كده بالظبط. فبحاول اوفق بين مذاكرتي وتمريناتي، بيبقى عامل فترات في اليوم، فتره تمريني وفتره مذاكرتي، وبحاول يعني اعمل اللي عليا. بتحاول. لكن شايف ان الدنيا صعبه بين الاثنين؟ اكيد طبعا. اكيد. مفيش وقت مثلا ادي مجهودي او ادي مجهودي لوحده، لازم اوفق بينهم. عمر قول لي في الماتشات اللي انتوا لعبتوها في الاخر في الفاينل، لعبتوا ست فرق، الجزيره، الجيش، مصر، تامين الشمس، مدينه نصر، مظبوط؟ تمام. ايه من وجهه نظرك اصعب ماتش عدى بيه؟ كان ماتش الجزيره. ماتش الجزيره. ليه اشمعنى ماتش الجزيره؟ انا عارف الجزيره فريق كبير اكيد، لكن اشمعنى ماتش الجزيره كلكم تاكين عليه؟ ماتش الجزيره كان من اول ماتش ماشي بوينت هنا وبوينت هنا. لغايه مثلا الكوارتر الثالث عليوا علينا مثلا 7 أو 9 بوينتس. فاحنا بقى كان فكره ان احنا نعوض ونعمل الكامباك ده،
هو موضوع صعب ومحتاج مجهود ونعمل ديفنس اقوى ونجري عليهم كده. لما طلعوا 6 بونت كابتن علي هاشم قال لكم ايه؟ قعد يقول لنا لسه بدري في الماتش وان احنا ان شاء الله هنكسب، وانا برضه قعدت اقول لهم ان احنا هنكسب، انا كنت واثق ان احنا هنكسب الحمد لله يعني. فكنت بحاول اقول لهم يعني ان لازم ندافع كويس وناخد الكره ونجري عليهم، ما نوقفش نلعب 5 على 5 كتير عشان احنا الماتش ده ما كناش موفقين. فكان لازم نعمل اي حاجه يعني تخلي الباسكت اسهل لنا بدل ما نقف ونعمل سيستم وكده. فكت ازاي؟ فاست بريك بقى. فاست بريك ده اللي هو ده اللي فك الماتش بالنسبه لكم. وعملنا لا والديفنس والديفنس كنت بتدافعوا ايه ساعتها؟ كنا بنعمل نلعب مان تو مان زون ولا مان تو مان؟ كنا مان تو مان فول كورت. فول كورت مع الدبل تيم الاثنين مع بعض. دي الطريقه اللي كسبتنا اصلا. هي دي الطريقه اللي كسبتكم؟ في اخر دقيقتين كابتن علي هاشم حط ريسك كبير كده. لا احنا اول ما حد يستلم الكوره نعمل عليه دبل تيم. والحمد لله نجحت يعني معانا وكسبنا يعني. قطعنا كذا كوره منه. قطعنا كذا كوره منه. عايز اقول كابتن علي هاشم المذيع بيقول ايه؟ انت هتقول انت صح؟ هتقول انا جايبك انت من وسطيهم. قول لي. لا ما فيش حاجه معينه بيقولها بس هو يعني هو برده همه طبعا هو عاوز يكسب طبعا مش عاوز يخسر. اي مدرب عاوز يكسب فهو بيزاع يعني. بيزاع. بيزاع جامد. بيقعدوا يقولوا لنا العبوا رجاله و كده بس حاجات. طب بعدين بره الهوا بقى نتكلم. نازل قول لي قول لي طموحك ايه في المرحله اللي جايه؟ انا طموحي طبعا ان انا العب فيرست تيم في النادي الاهلي وان شاء الله يعني لو جالي احتراف او كده ويعني اقدر اكمل مثلا لو عندي منتخب مصر ثاني اخش المنتخب. انت منتخب مصر؟ يعني طبعا ده طموحي الاولاني ان انا العب في النادي الاهلي فيرست تيم بس. الاحتراف هيجي لك ولا تدور عليه؟ يعني انت هتخلي نفسك فرصه ولا هتدور عليه؟ لا انا اللي هخلق نفس فرصه. هتدور لكن مش هتستنى عقد احتراف يجي لك، يعني انت ناوي تمشي في السكه دي ان شاء الله. احتراف اللعيبه دي حاجه مهمه جدا في الباسكت مظبوط؟ انا عارف ان عندكم بنات كتيره محترفه بره في الباسكت بالذات صح؟ اكتر من الاولاد. لا احنا عندنا مثلا عندك يوسف معداوي وانت بتقول في يوسف معداوي وفي محمد توجي وفي مؤمن موسى. كويس. وفي بقى يعني في الاجيال الاكبر مننا في 3 4 تانيين مثلا. طموحك ان انت برضو تطلع على الاحتراف؟ هي من الحاجات اللي انا بفكر فيها بجديه يعني. بجديه؟ يعني ناوي ان شاء الله تكمل النادي الاهلي وبعد كده تطلع لبره؟ ان شاء الله يعني. عمر ممكن تلعب لاي نادي ثاني في مصر غير النادي الاهلي؟ عمر؟ لا طبعا. لا. احتراف برضو؟ احتراف ممكن بس. جنسيه امريكاني؟ قول لي ناوي تطلع على امريكا فعلا؟ بس لو في عقد احتراف طبعا مش هطلع مره واحده كده لازم يكون في عقد احتراف. سكولارشيب بتطلع؟ سكولارشيب اطلع زي اللعيبه التانيين زي يوسف معداوي مؤمن موسى وتوجي بالظبط. ناوي؟ ان شاء الله. قول لي عندنا كده خلصنا بطوله الف مبروك عليها قفل التاريخ دخلنا في البطوله الاهم الجمهوريه. هنبدا يوم الاربعاء الجاي. مع مين هتلعب؟ معانا لسه ده الدور التمهيدي فبيكون معانا فرق لسه شويه يعني زي كبسي وهيئه القناه وفرق من الشرقيه كده اهو. ثلاثة. وفي مدينة نصر. قول لي نظام البطولة إيه يا عمر؟ هو في الأول تقريبا في 6 مجاميع. 5 فرق كل مجموعة. وبعدين أول 3 بيتأهلوا. بيبقوا مش 3 في 5 15. تقريبا بيبقوا 15 في مجموعة بتبقى في كذا يعني بيبقوا بياخدوا خمسات بعد كده وياخدوا أول 2 لا بيلعبوا لا بياخدوا ثلاثات. بعد كده بياخدوا اثنينات. 6 بيلعبوا دورة مجمعة. شايفين مين الفرق اللي بتنافسكم يا مازن في الدورة دي؟ والله التنافس هيبقى في بطوله الجمهوريه هيبقى اعلى كتير من القاهره. هيبقى مين اللي هيتضاف بره منطقه القاهره؟ هنا الجزيره هنا الشمس الجيش في الجيش معانا وفي لا هيخش بقى مين بقى اسكندريه سبورتنج وسموحه وفي اولمبي اتحاد اسكندري اتحاد اسكندري اسكندري خرجت خرجت دي مفاجاه ولا ده اتحاد اسكندريه مع خلباسكت في مصر يعني؟ والله احنا كانت مفاجاه بالنسبه لنا يعني بس يعني احنا ما كناش متابعين قوي البطوله بتاعه اسكندريه كنا مركزين قوي في بطوله القاهره بتاعتنا فيعني ما خدناش بالنا كان اجواء الماتشات كانت عامله ازاي بس. اسئله سريعه جدا علاقتك ايه بالجمهور الاهلي؟ يعني انا لعبت تقريبا مرتين تحت الجمهور مره كنا في بطوله في دبي وكان في مره في ماتش فيرست تيم من بس ما كانش كتير قوي يعني حسيت بيه هو في
في بطوله دبي كان الموضوع يعني كان اول مره ساعتها، وكنا كان من سنتين كنا في بنلعب تحت 16 سنه. فكنت عايز اعمل له يعني اعمل مجهود ابين لهم ان انا يعني اعمل كل حاجه عشان نكسب، وان انا ما اقصرش، وان هم يشوفوا يعني ان انا بلعب برجوله في الملعب ويبقوا مبسوطين مني. ف يعني انا بحاول اعمل اي حاجه عشان نساعدهم يعني وكده. السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ كويس الحمد لله. على طول صح؟ بالظبط. شغال سوشيال ميديا على طول قبل الماتشات بتعملوا ايه؟ طبعا قبل الماتش احنا بنركز قبليها طبعا، ففي سوشيال ميديا قبل الماتش. قبل الماتش مفيش؟ مفيش. كابتن علي مانع ولا انتوا بنفسكم؟ لا، ما لازم كل واحد قبل الماتش لازم يخش جيم الماتش المود بتاعه، فلازم يركز فيه. فمفيش سوشيال ميديا يعتبر يعني. مفيش سوشيال ميديا يعني كلمتين دول قدام الناس. ماشي. مازن كلمة أخيرة للأسرة، لأن أكيد هم تعبوا معاك كتير، تقول لهم إيه؟ بحب أشكرهم طبعا، وبشكر والدي أهم حاجة لأن هو يعني المرني كويس، وطبعا بشكر كابتن علي هاشم، وبشكر مامتي واخواتي واقفين معايا طول البطوله اللي فاتت دي، وكانوا بييجوا معايا وشجعوني وبيوقفين جنبي دايما يعني ان شاء الله. تقول لعيبتك ايه عشان بطوله الجمهوريه اللي جايه؟ انا طبعا بنتكلم كل ماتش قبل الماتش، بنبقى بعمل اجتماع انا وبودي، وطبعا كلنا بنبقى مع بعضينا، ويعني ان شاء الله ان شاء الله نكسبها وبس. تمام يا كابتن عمر، تقول ايه للاسره الكريمه؟ انا احب اشكرهم جدا ان هم بيساعدوني في كل حاجه، وان هم بيشجعوني ايا كان يعني في الدراسه او في الباسكت، وان هم عايزين يشوفوني احسن حاجه احسن واحد يعني، فبشكرهم على مساعدتهم ووقوفهم جنبي يعني. توعد جماهير النادي الاهلي بايه في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله نكسب بطوله الجمهوريه وما نخذلهمش، ونفضل نساعدهم على طول يا رب. ختامها مسك كابتن عمر. كابتن عمرو معلش، هي جايه معايا عمر اليومين دول. ها تقول ايه الاسره ولا الجمهور؟ الاسره طبعا، رقم واحد طبعا. طبعا الاسره ليهم فضل عليا كبير، وانا بشكرهم جدا ان هم وفقوا كل حاجه بين الدراسه والباسكت اللي طلعوني. ماما مش بابا؟ لا الاثنين. انا اللي عارف. انا اللي عارف بابا ماما مش بابا. تمام. تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ لا ان شاء الله نركز في بطوله الجمهوريه، احنا يعتبر بطوله القاره دي صفحه قفلناها خلاص، فنركز في اللي جاي ومش هنطلع اي بطوله بره ان شاء الله. ربنا يكرمكم، وانا من قلبي اقول لكم الف مبروك، نورتوني وشرفتوني، وفي يعني لكل فريق 18 سنه الباسكت بقول لهم الف الف مبروك، شرفتوا النادي الاهلي، لسه مستنيين منكم بطوله الجمهوريه. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل المدير الفني الكابتن علي هاشم والحديث عن بطوله منطقه القاهره تحت 18 سنه لكره السله. رجعنا لكم بعد الفاصل، معايا مدير فني قدير، مدير فني طموح، مدير فني ما شاء الله عليه القاب وبطولات كثيره في السيدات وفي الشباب في النادي الاهلي، وطموحه لا ينقطع ما شاء الله عليه، حد من اللي انا فعلا بعتز بيه جدا في مجال كره السله. معانا ومعاكم الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق تحت 18 سنه الفائز ببطوله منطقه القاهره لكره السله. كابتن علي منورنا. منورك كابتن خالد، ربنا يخليك بجد. سعيد اللي انا معاك النهارده. انا اللي اسعد كتير، لان فعلا يعني انت واحد من المدربين الواعدين، خلينا نقول مش الواعدين، اللي فعلا اثروا الملاعب كره السله بالنادي الاهلي ببطولات كثيره. ربنا يخليك كابتن خالد، متشكر قوي على المقدمه الحلوه دي. الله يكرمك كابتن علي. بس قبل ما نبدا مع كابتن علي اسئله، لازم اقول لكم كتيبه اللاعبين اللي قدروا يفوزوا بالبطوله مع كابتن علي هاشم. كابتن معانا اسماء عبد الرحمن حسام، بودي حسام، ويوسف محمود، ويوسف معداوي، وعمر طارق، ادم خيري، مازن ياسر ابو الفتوح، وعادل شريف، محمد ايهاب، وعمرو علاء زهران، وزياد حسني، ومالك ياسر ابو الفتوح، وزين الدين طارق، ومحمد حازم، ادم عمرو، ومحمود محمد، ومهند محمد، وكريم مصطفى، ومحي الدين عبد اللطيف، ويحيى ايهاب عبد المنعم، واخيرا علي احمد حسن. دي كتيبه اللاعبين. مظبوط. خلينا نروح للجهاز الفني بتاعك. الجهاز الفني طبعا بقياده كابتن طارق خيري المدير الفني للجهاز، ومدير قطاع الناشئين القدير يعني شايل حمل
الله يكون في عونه. احنا الاسبوع اللي فات لعبنا 4 فاينل 16 و18 و14 وماتش الدرجه الاولى كابتن طارق رجب طبعا اللهم لا حسد الحمد يعني لله كسبنا الحمد لله دي حاجه جميله كابتن رجب طبعا ومعايا كابتن ياسر طبعا ابو الفتوح طبعا ساعدني السنه دي ماسك هو طوال القامه في النادي الاهلي شغل البوفيتات وكنا بنقف مع بعض برضو يعني اشتغلنا فتره الاداره دي احنا الاثنين مع بعض وكابتن ماجد المسلمي طبعا الاداري الجميل كابتن ماجد كابتن ماجد اساسي طبعا اول واحد ماجد اول واحد اول واحد يتقال في الجهاز طبعا. ومين معاك الدكتور معايا الدكتور طبعا بس ما تنساش حد الدكتور شريف رشيد والدكتور احمد جمال والدكتور محمد الشرشابي والعلاج الطبيعي احمد عبد الباسط قايل ده الجهاز اللي اتعاون معاك وكسبنا بيه منطقه القاهره مظبوط ليه انا شايف ان بطوله منطقه القاهره صعبه هي كانت السنة طبعا صعبة اني سافر من عندنا 3-4 لعيبة بروميسنج جدا للدرجة الأولى ومؤثرين المعداوي يسافر سكور شاب أمريكا ومؤمن بقاله سنتين مسافر مؤمن موسى ومحمد التوبجي السنة بتصعب من تحت السنة بيلعبوا معاك؟ هو طبعا مطلوب اللي احنا نصعب من تحت يعني متاح ما خدتش حد طبعا كنت واثق في فرقتي يعني لحد اخر ماتش بس حصل دروب كده في بوزيشن معين فطلعنا مؤمن خيري العلاقه بينك وبين كابتن طارق خيري اكيد انت المدير الفني تحتيه على طول في الفريق العلاقه ازاي بتطلعوا اللعيبه لفوق او العلاقه ايه بينك وبين كابتن طارق خيري مفيش طبعا ده طبعا انت عارف النادي الاهلي الاولويه طبعا للدرجه الاولى فاي لعيب بيطلبه في اي وقت بيبقى موجود طبعا جهد مفيش انا عايز كذا فكرتني بحاجه بقى قلت النادي الاهلي فكرتني بحاجه عايز اسالك عليها لما جالك عقد السنه دي في اول السيزون في النادي الاهلي جالك عقد بره جالي سموحه جالك سموحه رسمي سموحه بنات وده فريق اول قعدت في النادي الاهلي قعدت ليه بصراحه عايز تطلع اللي جواك عايزك تقول الحقيقه عشان ده النادي الاهلي يعني ما فيش هو كابتن خطيب قال لي عليه ما فيش مش هتمشي هو كابتن رؤوف خلاص وانت عشان ابن النادي فتنازلت عن حاجات كتير طب الموضوع منتهي كابتن رؤوف الاول قلت له طب معلش هحاول محاوله مع كابتن خطيب الناس كلها يعني كلمت كابتن عمرو كلمته وكلمت كلهم عايزين كلهم عايزين ما فيش لا خلاص هي لا ما ينفعش ما حاولتش تعمل حاجه لا خلاص الموضوع منتهي وكملت وركزت وكسبت طبعا الموضوع منتهي خلاص ما ينفعش مع ان رقم الفلوس انا عارفه كان رقم مختلف جدا زياده جدا زياده لكن ما فيش كان خالد النادي الاهلي ده النادي الاهلي ما ينفعش رجعنا لورا شويه و19 سنه تدريب في النادي الاهلي منهم بره النادي الاهلي اشتغلت في كان هليوبليس فيه سبورتنج سموحه ومنتخب مصر لازم اقول لك ايه الفرق بين بره وبين جوه كابتن خالد اللي ما اشتغلش النادي الاهلي ما اشتغلش الرياضه قسما بالله انا ولا عشان على الهوا ولا عشان انا عارف انك بتتكلم بصراحه جدا معايا انا عارف مع احترامي الكامل لكل الانديه اللي انا اشتغلت فيها وناس محترمه جدا ومجلس اداره على اعلى مستوى بس النادي الاهلي مختلف النادي الاهلي مختلف كل حاجه يا كابتن خالد سيستم ونظام وكل حاجه مع انك انت بتقول ان كل الناس اللي اشتغلت معاهم ناس كويسه جدا لكن لما بتخش النادي الاهلي لا مختلف داخل البيت عندك مختلف انا لما بروح النادي يوم في حاجه لو معدي بعربيتي بالليل وما دخلتش وانا اجازه ورايح مشوار وبتاع لازم اخش لازم اخش ما اخش الصاله اخش جوه اقعد في التراش شويه بتاع لازم حتى لو ما عنديش حاجه جوه ما عنديش حاجه هتخش النادي اخش النادي طبعا اروح النادي الاهلي ده طبعا مختلفه لا في يعني زي ما بيقولوا كده انا بقولها في يعني ادمان النادي الاهلي والله يا كابتن والله العظيم ثلاثه القصه مختلفه اللي ما دخلش النادي الاهلي وما اشتغلش في النادي الاهلي رياضه ما مرنش بره وما لعبش في النادي الاهلي خالص لا 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 علاقتك ايه بجمهور النادي الاهلي؟ جميل. تحبوا يملى الصاله؟ طبعا رايك كيف؟ مفتقدين طبعا جدا يعني بطوله زي اللي فاتت دي واحنا ناقصين الثلاث لعيبه التقالات دول لو معانا جمهور النادي الاهلي ده كان الجيم عشرت الجمهور وانت مدير فني للفرقه طبعا الوضع كان ايه بالنسبه لك؟ بيحرك الصخر يعني بقول لك يعني الجيم طالع باسكت وبتاع احنا فنيا على الورق والقلم المفروض ده 20 بوند لكن طلع 20 بوند طلع باسكت في الاخر باسكت وال 18 دول بتوع الجمهور طبعا تقول لهم ايه؟ بقول لهم طبعا وحشتونا ونفسكم ونفسنا ترجعوا وان شاء الله يعني اتحاد الباسكت عمل خطوه كويسه جدا هي ناقص بس حاجه بسيطه على الموافقات الامنيه يعني ان شاء الله هنشوف الفاينل فور ان شاء الله بصاله تتملي تاني تتملي تاني ان شاء الله باذن الله
بس في قله عايزينها بس تهدى على النادي الاهلي شويه صح؟ طبعا لازم يعني خلينا نتكلم بصراحه لازم يهدوا طبعا لازم يهدوا عشان خط النادي الاهلي وعشان خط ايه رايك لما هم يخشوا دي مبادره دايما بقولها لهم هنا في القناه لو دخلوا شجعوا النادي الاهلي بس ما لناش دعوه باي حد تاني بس خلاص مش عايزين اكتر الموضوع هيختلف معاك طبعا هيختلف طبعا احنا ما لناش دعوه بغيرنا يا كابتن خالد صح ما لناش دعوه احنا في حته والناس كلها في حته بعيد احنا بعيد عن الناس خالص سيبك من الكلام اللي بيتقال ده احنا ما فيش مقارنه مع احترامي لكل احنا ليه بننزل المقارنات بالظبط احنا اللي بندخل نفسنا في المقارنه طبعا بنصغر نفسينا ما ينفعش نصغر نفسينا مع ناس يعني مع اي حد مع اي حد يعني خلينا نتكلم على كل الانديه مع احترامي الكامل ليهم مع احترامنا كامل ليهم بالظبط احنا شايفين نفسنا في حته مختلفه تاني خالص ولما تطلع بره تشوف الكلام ده بره مصر انا اشتغلت في قادسيه سنه بالظبط 10 اشهر يعني كنت اول مدرب يخش نادي القادسيه من النادي الاهلي قالوا لي احنا عمرنا ما جبنا حد بس عشان خاطر النادي الاهلي بس عشان خاطر النادي الاهلي عشان الاسم حاجه جميله حاجه رائعه خلينا نخش في اجواء البطوله يلا بينا الماتشات مشحونه جدا جزيره جيش خسرانين السنه اللي فاتت الولاد بيقولوا ان هم كان عندهم شد وجذب في ماتش الجيش كان عندنا مشكله في ماتش الجيش ان ماتش الجيش السنه اللي فاتت خسرناه في بطوله الجمهوريه كان الماتش الثالث فكان مطلوب مننا ان احنا نكسب الاتحاد ثاني يوم الاتحاد كانت فرقه قويه جدا كسبنا الاتحاد وبعد الاتحاد كسبنا الجزيره ولعبنا ثالث يوم ماتش فاصل مع الجزيره فعندنا مشكله مع الجيش اللي احنا نفسيا كانوا هيضيعوا مننا البطوله السنه اللي فاتت فعلا بس انت كسبت الحمد لله يعني الحمد لله كسبنا الاتحاد وكسبنا الجزيره ماتشين ورا بعض يعني كان مطلوب مننا نكسب الاتحاد ونكسب الجزيره ماتش عشان نلعب الفاصل بتقولي الاتحاد منافس قوي جدا ودي حقيقه اتحاد معقل من معاقل كره السله الاساسيه في مصر السنه دي بره بطوله الجمهوريه الجيل ده مش موفق الجيل ده يعني عندهم مشكله في الجيل ده اللي هو 2001 2002 عندهم مشكله معاه يعني مش موفقين الكامباك في الباسكت صعب مش اي حد يعمل كامباك في الباسكت مظبوط ما عدا لعيبه النادي الاهلي عجبتني خسرين 7 بونت في 3 كوارتر مظبوط لا 7 بونت فاضل 4 دقايق كمان 4 دقايق ده بتتكلم على اخر كوارتر كمان اخر كوارتر ورجعتهم في الملعب ازاي رجعوا قلت لهم ايه عملت ايه جوه الفرقه بص انت خلي ده الجيم ده ما تهزتش لحظه وانا كنت حاسس انت ممكن لا مش هنخسر قلت لهم بس نطلع بونت لو طلعنا بونت هناخد الجيم ده قلت لهم الجيم ده على رقبتنا اللي هو يضيع هو كان حصل لغط كده قبلها بيوم وبتاع وعلى السوشيال ميديا وشتيمه وبتاع قلت لمازن على الجروب محدش يرد احنا نرد بكره في الجيم محدش يرد بيحصل لغط بين اللاعبين ولا بيحصل لغط بين الجماهير لا اللعيبه ده سن صغير وبتاع نادي الجزيره ما لهوش جماهير قوي يعني يعني ما فيش يعني بيروش على بعض فقلت لهم محدش يرد احنا نرد بكره بس هو احنا هنكسب واحنا مش عارفين انتوا ناقصين كذا وناقصين كذا وناقصين كذا ما بس هناخد الجيم يعني اخدته الحمد لله توفيق ربنا واللعيبه الرجاله اللي كانوا معايا كلهم طبعا قول لي ازاي اللي بره ال 12 كمان قبل اللي جوه ال 12 ازاي ان انت عندك لعيبه في دراسه وعندك ماتشات وعارف تتمرن كل يوم متواجد كل يوم. يوميا ازاي يقدر يوفق بين الاثنين وازاي انت بتعمل لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ بتغير مواعيد تدريب بتعمل ايه بالظبط معاهم معلم؟ ما احنا متفقين من اول السنه اللي احنا الناس بتوع الثانويه العامه يحطوا دروسهم الصبح واحنا بناخد الميعاد بتاع 9 بالليل يكونوا خلصوا دروسهم كلها ومذاكرتهم وبتاع بنيجي من 9 ل 11 او من 10 ونص ل 12 فدي ماشيه شويه مواعيد ثابته يعني كابتن طارق يعني متفاهم في الحته دي بالذات فرقه 18 سنه انهم ثانويه عامه لما طبعا بيحصل شويه لخبطه شويه كده في مواعيد الصبح وبتاع ساعات بنقبل الاعتذار وساعات ما فيش ماجد بيعمل معاك ايه في الناحيه الاداريه؟ جميل ما اقدرش امشي من غيره ما تقدرش لا ما فيش اسمعنا احكي لنا قول هو احنا الاثنين فاهمين بعض انا ابص له ويفهم انا عايز ما بتكلمش بتكلموا مع بعض ما بتكلمش ماجد انا عايز كذا بس هو كان شغال معايا كمان ما كنا في الدرجه الاولى في البنات وبتاع يعني ما بقالنا مع بعض كان 15 سنه لو كنت مشيت كنت تاخد ماجد معاك يعني انتوا الاثنين محسوبين واحد يعني كنت هحاول اخده معايا قول لي ايه العلاقه بينك وبين كابتن طاهر رجب لا كابتن طاهر ده ابويا الثاني يعني كابتن طاهر من الناس اللي مربياني في النادي الاهلي ومدربي واستاذي جميل كابتن طاهر جميل خليك كده على البابا الاولاني حاج علي هاشم حاج هاشم الله يرحمه الله يرحمه طبعا حد من مشجعين النادي او من الناس اللي اثروا النادي كثيرا صدقوني انا كنت بنزل اشوفه يعني هو دي روح النادي الاهلي وهو بيتكلم بيها مظبوط كان بيقاتل على كل الفرق وبيروح طبعًا. كل حاجه وبيتفرج على كل حاجه كل حاجه مشجع اساسي للنادي انا بدون ذكر اسماء يعني موضوع سموحه ده حد مجلس اداره يعني
هل الحاج هاشم كان موجود كنت خدت الخطوه دي؟ تخيل كان مكان كان الحاج هاشم رحمه الله عليه كان ايه كان ضربك بالنار. قول لي يا كابتن علي منتخب مصر دلوقتي انت ماسك منتخب مصر سيدات سيدات 16 سنه تحت 16 ازاي بتوفق بين الاثنين؟ طبعا النادي الاهلي ما بتاخرش يعني ما بتاخرش عن المدربين والمنتخبات طبعا يعني طبعا الموضوع جه الاول وبتاع وعرضنا الموضوع مجلس اداره وكابتن خطيب ومجلس اداره كله بالكامل اللي وافق اكيد حاجه كويسه ان المدرب مدير فني النادي يكون هو مدرب منتخب طبعًا مصر طبعا يعني الناس ما بتتاخرش في قصه منتخب مصر دي طبعا اكيد فما فيش يعني انا بشتغل بنشتغل بناخد كل شهر كده حوالي خمس ايام هنا في اسكندريه معسكرات مفتوحه لحد ما نقفل بقى ان شاء الله على 20 لعيب نص شهر 4 ان شاء الله بعد ما خلصوا بطوله الجمهوريه عندك بطوله شهر 7 عندي بطوله شهر 7 بطوله افريقيا ان شاء الله تحت 16 سنه 16 سنه مؤهله لكاس العالم ان شاء الله مؤهله لكاس العالم فين لسه مش متحدد لسه ما تحددش قول لي البطوله اللي جايه دي بطوله افريقيا شايف مستوى السيدات فين في مصر الجيل الجاي ده كويس احنا مستوى السيدات وصلنا 5 كاس عالم وخدنا 2 افريقيا يعني ماشيين كويس قوي يعني مصنفين في افريقيا احنا ومالي احنا ومالي اول وثاني على طول لا احنا اول هم ايه موضوع 3 3 3 3 ده اللي هو اللي بيلعبوا 3 باسكت 3 على 3 3 على 3 على 3 بالظبط زي حاجه ستريب بول دلوقتي ليها دوري وليها اولمبياد بتمرن دي لا ما لعبتهاش خالص لا ما لعبتهاش اشمعنى ما دخلتهاش ليه اشمعنى لعبتها وانا صغير ما عملوا كده بطوله في كان في استاد القاهره لعبة اولمبيه لعبة اولمبيه دلوقتي طبعا والاتحاد المصري ماشي فيها كويس قوي يعني رحاب الغنام عامله فيها شغل 10 على 10 في منتخب مصر وعملنا منتخب مصر ورحنا اولمبيات ورحنا كاس عالم فعاملين شغل كويس قوي فيها يعني رحاب الغنام عامله فيها مواهب نفسها فيها يعني. ليه منتخب السيدات مش زي منتخب الناشئين عندنا او الناشئات اشمعنى بصراحه في رياضه السيدات بصفه عامه والباسكت بصفه خاصه بالنسبه لك بص يا كابتن خالد احنا برضو المشكله احنا بيطلع بعد احنا بعد بطوله افريقيا او بعد ما بنروح كاس العالم بيطلع لك 5 6 بيسافروا بره المشكله دي ايه بقى دي بنستغلهم ليه ما بنعرفش نجيبهم ازاي المواعيد المواعيد والجامعه دلوقتي منع يعني لو بيد بتاخد فلوس لو الجامعه بتديك فلوس ممنوع تلعب فبنعرفش نجيبهم يعني عندنا 5 6 بره لو جم البطوله مع كابتن ايهاب الالف ان شاء الله السنه دي لو جم هنوصل مربع نوصل مربع يعني في 5 6 بره يعني عندنا مرال ورنيم ونادين السلعاوي وهاله كانت لسه راجعه لنا وساس وفي 5 6 بنات هايلين لو كابتن ايهاب والاتحاد قدر يجيبهم البطوله الجايه هيفرقوا معانا جامد يعني هي المشكله المواعيد المواعيد مع ان انا لقيت لاحظت يعني في المده دي او في لما تبحرت في الباسكت ودخلت فيه لقيت ان عندنا محترفات كتيره بره مصر يعني عندنا جيل نقدر نجيبه عندنا 5 6 هايلين انت شايف ان ممكن يرتقي المستوى العالمي ننافس عليه مش الافريقي بس بصراحه هتبقى صعبه شويه ليه هتبقى يعني هنروح احنا بنروح كاس عالم يعني ايزي بنروح كاس عالم مستريح يعني احنا المنتخب اللي فات كنت انا وكابتن هيثم اول منتخب بنات يعني خدنا ماتشين خدنا ماتش سوري اول بنات ياخد بس الناس بره بقى كانت خالد يعني انت من احسن 16 فرقه في العالم يعني ما الوضع ان الفكر مختلف يعني اللي ما لعبش كاس عالم ما لعبش رياضه اكيد انا معاك بس احنا عايزين نشوف منتخب البنات بما ان في لعيبات محترفات يكون بيلعب الجيل ده الجيل ده اللي موجود لو كابتن ايهاب وكابتن محمد عبد المطلب ورحاب الغنام قدروا يجيبوا الخمسه سته البنات اللي موجودين بره السنه دي في بطوله افريقيا هنروح المربع مربع هنروح المربع في افريقيا وممكن قلت مربع بطوله العالم ده لا ممكن مش لا مش قوي كده لا مش قوي طب يعني قدامنا شويه قدامنا السنتين بالظبط هرجعك تاني هسيبنا شويه منتخب سيدات وارجعك تاني للنادي الاهلي يلا عندك بطوله جمهوريه قريب يوم الاربعاء سافرين شرقية تصفيات المنافسه شكلها ازاي؟ لا المنافسه هتبقى في بطوله الجمهوريه اصعب من المنطقه يعني هيبقى في 6 فرق كويسين اهلي زمالك جزيره سموحه الزمالك بيخش لك مش منطقه خالص الزمالك بيخش لك منطقه الجيزه فبيخش بطوله الجمهوريه بيخش ده كده الزمالك دخل مين تاني يخش؟ انا توقعي طبعا هو لسه في احنا لسه هنصفي وبتاع بس توقعي يعني الست اللي هيروحوا ان شاء الله اهلي زمالك جزيره اولمبي سموحه سبورتنج ثلاثه اسكندريه ثلاثه القاهره المنافسه شايفها ازاي؟ ضرب نار ضرب نار المنافسه السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت؟ في لعيبه في فرق دعمت؟ لا ما فيش فرق دعمت بس النادي الاهلي نقص احنا نقصنا يعني انا فرقتي ناقصه تمام فرقتي ناقصه بس طبعا في وجود اللي انا شفته في الولاد في الماتش الجزيره ما مش قلقان مش قلقان خالص لا مش قلقان
روح الفرن الحمر. اه بالظبط كده. هتروح حته ثانيه خالص. اكيد. قول لي بتتعامل ازاي مع الاولاد الصغيرين او 18 سنه وهم خلاص خطوه والدرجه الاولى وفي ناس تلعب درجه اولى. في ناس ايه التعامل؟ بص يا كابتن خالد، النادي الاهلي واي فرقه في النادي الاهلي انت بتحط رولز الاول. ها. والرولز دي بنمشي عليها، ما حدش بيطلع بره الاطار. اللي بيطلع بره الاطار بيبقى في عقاب وفي ثواب. فاحنا حاطين رولز يعني هم مريحيني الصراحه. ما بتغيرهاش؟ لا لا ما فيش. ولا تكسرها؟ لا لا ما ينفعش تكسر. خالص. ما ينفعش. ما فيش فرق بينك وبين النادي تاني. ماشي. انت واحمد الجرحي حبيبي. الناس حبيبك انا عارف. كل الناس بتتكلم عليك انت واحمد الجرحي. الحمد لله. على خدكم ايه؟ اخوات واصحاب متربين مع بعض، متربين في نادي في ملعب باسكت. بتتكلموا مع بعض؟ بتاخدوا بعض استشارات فنيه؟ هو واقف ورايا في ماتش الفاينل وانا واقف ورايا في ماتش الفاينل او امبارح، واقفين مع بعض. وبتسمعوا كلام بعض طبعًا في حوار وحديث كل يوم مع بعض. في تنافس شريف. اه طبعا. هو ده النادي الاهلي. طبعا. عايز اخرجك من كل ده وارجعك ادخلك بقى على الدرجه الاولى. قول لي المنافسه ليه اشمعنى الباسكت في السته الكبار اللي بيلعبوا دايما في منافسه شرسه في الباسكت بالاخص؟ في الباسكت. دلوقتي 8 عفوا. وفي مصر التأمين، مش هقول نادي مصر نادي محترم جدا، لكن هو اقل من السبعه الموجودين. لا هو عامل ماتشات كويسه والله يا كابتن خالد. يعني اللي هو لعبه الباسكت على طول في الولاد وفي البنات، عندك خمس ست فرق بينافسوا. يعني انت شايف سموحه النهارده طبعا، انا بس بحب ابارك لكابتن اشرف توفيق طبعا مدرب نادي سموحه، عامل حاله بنفسه. كابتن اشرف توفيق نادي الاهلي ابن من ابناء النادي اكيد. كابتن اشرف توفيق بنبارك له على وصوله لدور الثمانيه مع نادي سموحه، هو المدير الفني لنادي اول مره في تاريخ نادي سموحه، اول مره في تاريخ زي ما كابتن علي سموحه. فببارك له طبعا. فكل الفرق مدعمه، ووجود الاجانب كمان صعب الدنيا. يعني الثمان فرق انت رايح ماتش بتلعب مش عارف مين اللي هيكسب ومين هيخسر، ما تعرفش. مش عارفين، ما تعرفش. بس هو عمل حاله ان هو يكسب ثلاث فرق منهم بيترو اتلتيكو الانجولي. طبعا حاجه مفاجاه. مفاجاه بالنسبه لي. طبعا مفاجاه. المستوى مختلف. طبعا في ثلاث لعيبه من عندنا من النادي الاهلي موجودين. موجودين في ثلاث لعيبه، واوسي وفتحي. وفتحي بس فتحي عنده اصابه ما سافرش معاه. عاملين برضو فرق معاه. عاملين طبعا. شايف المنافسه في دور الثمانيه بين النادي الاهلي ونادي سموحه ازاي بصراحه؟ لا ماتشين الله يكون في عون اثنين مدربين، ماتشين بره الحسابات. بره الحسابات تماما. الفرقه اللي موفقه خالص. لا ما تعرفش يعني. ما طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي. طبعا دي هتفرق. والروح والقلب دي هتفرق طبعا، دي مدينا ادفانتج. هسالك سؤال صراحه، وجود الجمهور في يوم دور الثمانيه مهم جدا. طبعا. جوه ارض الملعب. طبعا. هيفرق كتير مع النادي الاهلي. خلص هيودينا في حته ثانيه. طبعا. ما عندناش حلول زي بطوله افريقيا بتاع اللي لعبناها من سنتين. نفس الكلام. الجمهور ديك يعني كنت حضرتك حاضر معانا وشفت. طبعا بيفرق 100%. طبعا. يعني دور الثمانيه ده دور ما عندكش، مش قادر تحسبه. لا ما الماتشين ما بس خبرات لعيبه النادي الاهلي يعني معليه الكفه شويه. جوه ارض الملعب اللي هيحكم ارض الملعب. بالظبط. ده كابتن علي هاشم بيقول طموحك رايح لفين؟ في ايه؟ في التدريب طبعا. طموحي اللي انا بص كابتن خالد، انا مسكت مدير فني في النادي الاهلي يعني يعتبر اصغر مدير فني مسك. دي حقيقه. 30 سنه. انا 30 سنه. او لا لا 33 بالظبط. فطموحي اللي انا امسك مدير فني في النادي الاهلي فرقه الولاد او فرقه البنات، وامسك مدير فني منتخب مصر بنات او الولاد. ايه البطوله اللي نفسك تحققها وانت مدرب؟ بطوله افريقيا الجايه مع الناشئين. دي؟ وبعد تكسب افريقيا عايز تحقق بطوله عالم. عايز اروح كاس عالم. عايز تروح كاس عالم. اول وثاني اروح كاس عالم. انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن علي هاشم ما قالش طموحه كله، كابتن علي هاشم عنده طموح كبير. فعلا هو راجل مختلف تماما، كل المدربين الفنيين في النادي الاهلي مختلفين، عندهم طموح لا ينقطع، طموح عالي جدا جدا. كابتن علي الحوار معاك مستمتع جدا بيه. والله وانا بس الوقت بيقطع عليا. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن خالد. وربنا يا رب يوفقك في اللي جاي، ونتمنى ان شاء الله كل بطوله هنكون معاك وهنتابعك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن علي. ربنا يخليك. في نهايه اللقاء بشكر كابتن علي هاشم، وبقول ان شاء الله في المستقبل القريب هيعمل بطولات لمصر والنادي الاهلي مختلفه. في نهايه الحلقه شكرا والى اللقاء.